مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة اليوم الثالث في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات. الحمد لله الفريق الأهلي امبارح قدرت تفوز وتعبر الأول مرحلة ليها للوصول للنجمة العشرة وهي كانون الكونغولي. كانت مباراة سهلة ومباراة تحية للنادي الأهلي، قدر فرقتنا تعدي المباراة. كابتن حمدي الصافي قدر يجرب كل اللاعبين اللاعبات عندنا في النادي الأهلي، وقدر يعني كل الخطط اللي كان عايز يجربها امبارح جربها. والنهاردة عندنا المباراة الثانية للنادي الأهلي في اليوم الثالث للبطولة. كان امبارح الافتتاح الرسمي للبطولة، افتتاح أكثر من رائع أشاد به كافة الناس، كافة المواقع كانت بتتكلم على ان الافتتاح ده افتتاح عظيم، افتتاح جميل يليق باسم النادي الاهلي، وهو ده دائما وابدا هو ده النادي الاهلي، وهو ده تنظيم النادي الاهلي. بنشكر كل القائمين على عمل في البطوله او كل اللجان المنظمه لبطوله الافريقيه لبطوله الكره الطايره سيدات، ونقول لهم الف شكر ليكم. فعلا كان افتتاح جميل سامبل جدا، وقدر يحكي تاريخ الكره الطايره في النادي الاهلي. خلينا نروح للمواقع والجرائد قالت ايه في مباراة النهارده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: سيدات طائرة الاهلي يواجه اس اف اي البوركيني اليوم. اخبار اليوم او اخبار الرياضة: سيدات طائرة الاهلي يواجه اس اف اي البوركيني اليوم. اليوم السابع: سيدات الأهلي أمام بطل بوركينا فاسو في البطولة الأفريقية للطائرة. صدى البلد: سيدات طائرة الأهلي يواجه اس اف اي البوركيني اليوم. زي ما احنا شايفين قدامنا كل الصحف عندنا بتقول ان النهارده مباراة الثانية للنادي الأهلي مع النادي البوركيني. نادي البوركيني بدأ مع الجمارك النيجيري بخسارة 3-0، لكن الأمور كل شوية بتزداد، أو كل الأمور ممكن الفرقة في أول مباراة ما تكونش يعني عملت مباراة ما توفقتش، لكن المباراة الثانية ممكن تلعب مباراة قوية. نتمنى إن لاعبات النادي الأهلي النهاردة بإذن الله هم وكابتن حمدي الصافي يكون عند الميعاد. خلينا نذكركم ب البطولة كلها، المجموعات اللي موجودة عندنا الأربع مجموعات الموجودين في بطولة أفريقية الثلاثين رقم 30 في النادي الأهلي. المجموعة الأولى تضم الأهلي والجمارك النيجيري وكانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني. المجموعة الثانية: قرطاج التونسي وسبورتنج المصري، دي جي اس بي الكونغولي والبنك التجاري الكيني. المجموعة الثالثة: الصيد المصري والأنابيب الكيني وفاب الكاميروني وريفينيو الرواندي. المجموعة الرابعة: السجون الكيني، الشمس المصري، أسك ميموزا الإيفواري، المجمع البترولي الجزائري، جامعة نوكومبو الأوغندي. استعرضنا الأربع مجموعات، لكن فرق المصرية في البطولة أربع فرق: الأهلي وسبورتنج والصيد والشمس. الشمس في مجموعة صعبة جدا، خسر مباراتين، خسر مباراة امبارح من نوكومبو الأوغندي، ما كانتش خسارة متوقعة. لكن اللي أنا كلمت كابتن تهاني توسون وسألتها، عندها أربع خمس لاعبات تحت 18 سنة لسه نادي الشمس يعني بيديهم خبرات جوه البطولات الأفريقية، نادي الصيد كذلك ونادي سبورتنج كذلك. نتمناهم إن شاء الله الأربعة في المربع الذهبي. خلينا نروح لنتائج امبارح قالت إيه في البطولة. يوم الأحد اتلعب خمس مباريات: أسك الإيفواري والسجون الكيني، والسجون بيفوز 3-0. الأنابيب الكيني مع ريفينيو الرواندي، الأنابيب يفوز 3-0. نوكومبو الأوغندي 3، الشمس المصري 2، سبورتنج المصري مع قرطاج التونسي، وقرطاج من الفرق المرشحة للبطولة وبقوة 3-0، والأهلي بيفوز على كانون الكونغولي بنتيجة 3-0. زي ما احنا شفنا قدامنا ان اصعب، فعلا اصعب مباراة كانت امبارح موجودة هي مباراة نوكومبو الأوغندي مع نادي الشمس اللي خلصت بنتيجة 3-2. خلينا نستعرض ترتيب المجموعات بعد اليوم الثاني. المجموعة الأولى: الجمارك الكيني، كل المجموعة لعبت مباراة واحدة، والجمارك في المركز الأول برصيد 3 نقاط، والأهلي الثاني برصيد 3 نقاط،
كانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني في المركز الثالث والرابع. نروح للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه البنك التجاري الكيني بيتصدر المجموعه بلعب مباراه وفاز فيها وثلاث نقاط عشان النتيجه 3-0. نادي قرطاج التونسي المركز الثاني بثلاث نقاط. سبورتنج المصري لعب مباراه وخسر مباراه ولا شيء من النقاط. دي جي اس بي الكونغولي في المركز الرابع برصيد لا شيء من النقاط. نخش المجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه الانابيب الكيني المركز الاول لعب مباراه ثلاث نقاط. ساب الكاميروني مباراه ثلاث نقاط والصيد المصري وريفينيو الرواندي كل واحد فيهم مباراه، لكن الصيد في الثالث وريفينيو الرواندي في الرابع. نروح للمجموعه الخامسه. عفوا المجموعه، انا قلت المجموعه الخامسه، هي خمس فرق في المجموعه الرابعه. الترتيب للمركز الاول السجون الكيني لعب مباراه فاز في مباراه وليه ثلاث نقاط. اسك الاوفواري لعب مباراتين فاز في مباراه وليه ثلاث نقاط. والمجمع البترولي الجزائري لعب مباراه وفاز في مباراه وليه نقطتين. ونكومبو الاوغندي لعب مباراتين فاز في المباراه وليه نقطتين. والخمسه الشمس المصري لعب مباراتين وخسر المباراتين. زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعه الرابعه خمس فرق عندنا، لكن المجموعه الرابعه مجموعه متشابكه شويه. لازم نقول للناس لو الثلاث نقاط بيجوا ازاي. لو كسبنا 3-0 او باشواط 3 اشواط او 3-1 بياخدوا النقاط كامله. لو اقل من كده يعني 3-2 بيروح نقطتين للفريق اللي كسبان 3 اشواط ونقطتين للفريق اللي جايب شوطين. عشان كده نادي الشمس في عنده نقطتين عشان الماتشين بتوعه 3-2 3-2. هنروح ل بعد كده هنطلع لمواجهات النهارده الموجوده عندنا. هنسيب المواجهات شويه ونطلع لقائمه الجهاز الفني للنادي الاهلي النهارده. هيرشامي 1، 2 ندى وليد، و4 مروة مجدي، 5 الأوكرانية كاترين، 7 مريم مصطفى، 8 نهلة سامح، 9 شروق فؤاد. رقم 11 سارة أمين، 12 فريد العسقلاني، و13 نرمين المنشاوي، و16 ميار خليفة، 18 رانا الجهري، 19 سهيلة وفيق، و20 مريم متولي. نروح لفرقة يو اس اف اي البوركيني. رقم 1 ماميتو ادروجيدو، رقم 2 ساراتا سانون، رقم 3 أبيانتا ديالو، رقم 4 سوفياتا ادروجيدو، رقم 5 تيريز ادروجيدو، رقم 6 تيني اوتارا. اعذروني الاسماء صعبه جدا عليا. رقم 7 اينيستا باستو، رقم 8 فاطمه سينو، رقم 9 مريم زروم، رقم 10 اوا سيسي، رقم 11 أميانتا ديالو، رقم 12 مريم أودريجيدو. بكده هم عندهم 12 لاعبة فقط وصلوا البطولة. هو طبعا أكيد بوركينا فاسو مهتمية لسه جديد بالكرة الطايرة سيدات، وأكيد عايزين يخشوا ويحضروا بطولات أفريقية للمشاركة واكتساب الخبرات، يقدروا بعد كده زي الكينيا بالظبط متواجدة بقوة في بطولات سيدات في الكرة الطايرة سيدات. خلينا نروح لمواجهات اليوم النهارده باذن الله اللي معانا. النهارده المجمع البترولي الجزائري هو واسك الايفواري في المجموعه الرابعه اتلعب الساعه 3. ريفينيو رواندي وفاب الكاميروني اتلعب الساعه 4 المجموعه الثالثه. السجون الكيني ونوكومبو الاوغندي الساعه 5،
قرطاج التونسي والدي جي اس بي الكونغولي، المجموعه الثانيه تلعب الساعه 6 يو اس اف اي البوركيني، والنادي الاهلي الساعه 8. بكده تكون يعني حصدنا اللي حصل امبارح، والنهارده باذن الله ان شاء الله هنخرج للتقرير وترجعوا لنا عشان نستقبل نجمتنا الكبار في الكره الطايره باذن الله في التحليل على مباراه الاهلي ونادي دي اي اس البوركيني باذن الله. لجنه الاحصاء اللي هي الفولي بول انفورميشن سيستم دي لجنه انشئت من الاتحاد الدولي علشان تغطي كل الملاحظات وكل البيانات اللي بيحتاجها الاعلام، وهي اللجنه الوحيده اللي بتبقى مخدمه على الصاله كلها من اول الكنترول كوميتي، من اول الفورمات اللي بتتعمل لحد الفرق الاستاتستيك. في فرق ما بيبقاش معاها اللي هو الاستاتستيك اللي هو بيبقى اللي هو الداتا فولي، فاحنا بنخدم عليهم بنديهم الاستاتستيك بتاع كل ماتش، وبنيجي في اخر البطوله خالص تاخد بالك بنعمل الاحصائيات لكل واحد، احسن سيرف، احسن ريسيف، احسن ديج، احسن بلوك لكل البطوله. دي بيبقى حاجه محايده، والاتحاد الافريقي برئاسه الدكتور عمرو كان حريص ان كل البطولات اللي بتتعمل بالشكل دوت والتنظيم الجيد ده لازم يكون فيها فولي بول انفورميشن سيستم اللي هو لجنه الاحصاء. عندك الاهلي بسم الله ما شاء الله عليه، قرطاج من الفرق برضو اللي كانت بتاخد البطولات ديت، يعني خدتها السنه اللي قبل اللي فاتت، والاهلي هو اللي كان واخدها السنه اللي فاتت برضو، من البطولات اللي هي بيحقق فيها مراكز حلوه. وعندك الجزائر برضو كويسه، وبايب لاين، فرق كينيا برضو حلوه. فعشان كده لازم الاحصاء لازم نكون حريصين جدا في موضوع الاستاتستيك بتاعت اللعيبه علشان نطلع كل واحد ياخد حقه بالظبط. تنظيم النادي الاهلي لا غبار عليه، في الاقامه، في كل حاجه بسم الله ما شاء الله عليه، حاجه فوق الوصف يعني، فوق الوصف. انا مسؤول عن اللجنه الطبيه التابعه للجنه المنظمه اللي بينظم البطوله الافريقيه النادي الاهلي، الحمد لله للعام الثاني على التوالي. شيء مشرف ان الناس حبت انها تكون موجوده هنا، الناس كلها مرحب بيها، الناس في عنايه وفي رعايه من كل الاتجاهات، يعني الاقامه والمواصلات ومن ضمنها الرعايه الطبيه. فاحنا يعني مجهزين للتعامل مع اي، ان شاء الله الله يقدر يعني اي مشاكل، احنا ان شاء الله مجهزين. معانا فريق عمل متكامل، اطباء النادي موجودين معانا، احنا في تجهيزات او اوصل لحضرتك التفاصيل ايه. طبعا عندنا ادوات واجهزه وكده مع زمايلنا الاطباء للتعامل مع المباريات. التعامل مع المباريات طبعا بعض الفرق معاهم اطباء ممكن يتعاملوا او محتاجين مساعده، احنا جاهزين. اللي معاهمش طبيب محتاج مساعده من عندنا، احنا جاهزين. كل الاطباء عندنا مجهزين وكلهم مؤهلين للتعامل مع المشاكل الصغيره والكبيره ان شاء الله. احنا عندنا غير التجهيزات اللي عندنا داخل الملعب، احنا مجهزين كمان للتعامل مع مشاكل كبيره. بعد الشر على الجميع، لو في اي مشكله محتاجه في عربيه اسعاف موجوده جاهزه على طول، ستاند باي طول البطوله. في تجهيزات وترتيبات مع المستشفيات القريبه من النادي علشان لو في اي موضوع محتاج ترتيبات او محتاج تعاون، اشعاعات، تحليلات، عمليات، تدخلات، ايا كان هي نوعها ايه او صورتها ايه. تجهيزات تانية يعني فنيه شويه انا اقصد بيها، تبع الريجوليشن او تبع طلبات الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه العليا البطوله التابعه للاتحاد الافريقي، يعني ان يكون في مكان لفحص المنشطات. فطبعا ده برضه مجهزينه عندنا في النادي، لو حصل الطلب مننا احنا جاهزين. طبعا مش احنا اللي بنقوم بالفحص، طبعا يكون في لجنه بتقوم بهذا الفحص، لكن دورنا احنا بنجهز المكان ليه، طبعا ليه شروط دقيقه جدا. فاحنا كل ده جاهز ان شاء الله للتعامل مع اي حاجه، وربنا يوفق الجميع، وان شاء الله احنا شيء مشرف باذن الله، ان شاء الله يكون شيء يشرفنا ويشرف النادي بتاعنا ويشرف بلدنا باذن الله يعني.
مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بعد الفاصل وبعد ما شرحنا اليومين فيهم إيه، يلا بينا مع فريق التحليل القوي جدا النهاردة معانا في مباراة الأهلي ودي اس اف اي الكون البوركيني فاسو. عفوا نعرفكم على ضيوفنا النهارده، كابتن نجلاء فوزي بنرحب بيك. اهلا وسهلا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. كله تمام منورانا. ربنا يخليك ده نورك. ومعانا كابتن منى عدلي، لازم يعني نرحب بيها جامد عشان عامل شغل كويس جدا معانا في البروموات. كابتن منى منورانا. اهلا بحضرتك كابتن خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار الكره الطايره ايه؟ 100 100 100. يلا بينا. ومعانا اقوى ليبرو في مصر واقوى ليبرو في افريقيا، هم كلهم نجوم طبعا، لكن جت معايا مع كابتن ساره طلعت. كابتن ساره منورانا. ازيك يا كابتن خالد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام كله تمام. هنبدا معاك كابتن نجلاء، ورايك ايه في المستوى الفني البطوله بعد اليومين اللي اتلعبوا؟ والله البطولة قوية جدا طبعا، ده حسنا مش هتكلم على المجموعة الأولى بتاعت الأهلي عشان معاها فرق ضعيفة طبعا. الأهلي أقواهم. عندي المجموعة الثانية، مجموعة قوية تضم كارتاج التونسي وسبورتينج ودي جي اس الكونغولي والبنك التجاري. مجموعة قوية فيها فرق بتنافس تبني وحاملة ألقاب قبل كده زي كارتاج التونسي والبنك التجاري. عندي المجموعة الثالثة الصيد والأنابيب الكيني والفاب الكاميروني وريفينيو الرواندي، وطبعا في ثلاث فرق أقوية اللي هو الأنابيب الكيني والفاب الكاميروني والصيد. مبدئيا هو عمل يعني ظهر بمظهر مشرف في أول مباراة لي، اتمنى ان هو يعمل حاجه الماتشات اللي جايه ان شاء الرحمن، عشان البطوله بالنسبه له والفرق اللي معاه فرق قويه وعندها خبرات كبيره جدا. عندي المجموعه الرابعه طبعا الشمس والانابيب الكيني والمجمع البترول الجزائري وفرقتين نكومبا الاوغندي وفرقه سيموز الايفوار. طبعا برضو فيها السجون الكيني فرقه قويه جدا، وعندي المجمع البترول الجزائري كويس والشمس، وده يعتبر يعني انا كان نتمنى من ربنا ان ربنا يوفق الشمس امبارح، بس للاسف خسر من فريق نكومبا الاوغندي، مع ان فريق الشمس فريق فيه عناصر جديده كويسه، بس الاستهتار. انا برجح خساره الشمس امبارح بسبب الاستهتار، ان هم كانوا نازلين ومعتقدين ان هم هيكسبوا 3-0، فكانت النتيجه عكس كده تماما. بس هو عندهم برضو، انا كنت بكلم مع كابتن هاني توسن نجمتنا الكبيره، فقالت ان هي يعني عندها ناس لسه 5-6 صغيرين تحت 18 سنه ومصعدهم للدرجه الاولى، جايز قله خبراتهم يا كابتن نجلاء. اكيد طبعا الخبره بتفرق كتير، بس المفروض يعني اللي انا فريق نكومبا الاوغندي من الفرق الضعيفه جدا او من الفرق اللي عدد مشاركتها في البطولات الافريقيه بتبقى قليله جدا. فكان عندنا امل كبير قوي ان الشمس يضرب نكومبا الاوغندي عشان نقدر ننافس تاني بعد خسارتنا من الجزائر 3-2. يعني بعد ما الشمس خسر من مجمع البترولي 3-2، يعني عندنا امل ان احنا ممكن نكسب السجون، نطلع بمظهر مشرف، يعني ان احنا نقدر نوصل. يعني لو كسبنا السجون، لو الشمس كسب السجون، كان بالنسبه له في السجون لسه هيلعب المجمع البترولي، كان هيبقى عندنا امل ان احنا ننافس على تاني المجموعه على الاقل. تمام. بس دلوقتي هي الموضوع صعب جدا علينا. يعني كابتن منى، كل الفرق اللي فازت بالالقاب في البطوله دي موجوده جوه البطوله دي، 5 فرق: الاهلي، السجون، الانابيب، البنك التجاري، ونادي قرطاج التونسي متواجد جوه البطوله دي. ودي في البدايه احب ارحب بالمشاهدين وجمهور النادي الاهلي وبكباتن النادي الاهلي كابتن نجله وكابتن ساره طلعت في الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم. طبعا الفرق اللي حضرتك اتكلمت عليها هي الفرق اللي بتنافس في بطوله افريقيا بقالهم على سنين طويله بينافسوا على اللقب. تمام. ف من احسنهم طبعا فريق النادي الاهلي، لان هو احصائيه هو اكتر فريق واخد 9 بطولات. تمام. بس فريق ما نستهونش بالفرق، فرق كينيا فرق قويه جدا، وهي اللعبه الشعبيه في في في, في كينيا زي كره القدم عندنا بالظبط، فطبعا بنعمل لها مليون حساب. بالنسبه لفرق تونس وفرق الجزائر، هم فرق مهاريا كويسين جدا، فان انت تلعب مع فرقه مهاريا زي بعض، يعني فرق مصر مهاريا وفرق تونس والجزائر غير فرق كينيا بتتميز بالقوه. تمام. فده طبعا انا شايفه ان البطوله صعبه جدا. ونجله اتكلمت على نقطه بالنسبه لماتش الشمس امبارح، ان هم فرقه الشمس استهونت بالماتش واعتبرته سهل. فعلا دي حقيقه. وفرقه السجون النهارده طلعت 3-1، نكومبو خدت يعني جيم من السجون. أيوة. يبقى فرقه قويه جدا بالنسبه لي. كنا بنتكلم مع بعض قبل اللقاء مع فرقه سبورتينج. هتلعب ماتش مع
البنك التجاري الكيني. تمام. وكنا بنتكلم ان طبعا الكفة هتبقى ناحية البنك التجاري الكيني، بس انا قلت لهم لو البنك التجاري الكيني استهوم بفرقة سبورتنج واعتبرها ان هي فرقة اول مرة تشارك افريقيا وان هي فرقة اعمارهم صغيرة، فمن المحتمل يعني الرياضة مكسب وخسارة واحنا لازم نعمل مليون حساب لاي فرقة قدامنا. طيب، مشاركة اربع فرق مصرية بجانب النادي الاهلي، الصيد وسبورتنج ونادي الشمس، شايفة المشاركة دي لسيدات مصر بصفة عامة مشاركة شكلها ازاي؟ والله انا بالنسبة للاربع فرق المصرية، احنا الاول كنا يعني تقريبا بنخش الاهلي وفرقة كمان كانت بتبقى دايما الشمس، يعني الاهلي والشمس. دلوقتي الحقيقة مشاركة الصيد وسبورتنج بقت مفتوحة اكبر، بقت المشاركة بتاعت الاندية المصرية بشكل عام بقت احسن بكتير. انا شايفه ان البطوله ما نستهونش باي فرقه، كانت فرقه مصريه او فرقه غير مصريه، احنا شايفين في فرق احنا مش متوقعينها بتاخد اشواط من اسماء كبيره يعني. فانا شايفه ان كل ماتش صراحه الواحد لازم يبقى نازل عارف هو يعني يعمل حساب الماتش، ما يستهترش ان هو ماتش احنا مثلا الفرق دي ما كانتش نفست قبل، يعني نفست في بطولات قبل كده او خدت القاب قبل كده، فلازم نبقى نازلين وحاسمين الدنيا من الاول بحيث ان احنا من الماتش ما يعني ما يهربش مننا في الاخر. بكلمك بصراحه، ثلاث فرق الصيد وسبورتنج والشمس، توقع حد يعدي دور الاولاني مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله؟ بص، الشمس لحد دلوقتي هو خسران ماتشين، اتمنى ان هو يعني يشد حيله في الماتشين اللي جايين. سبورتنج لسه مش باين قوي، بس اعتقد ان سبورتنج هيخش في الحسبان شويه. لو نزل الماتش بتاعه اللي هو الماتش الجاي هيبقى حاجه كويسه بالنسبه له. لو فاز على البنك التجاري لو فاز على البنك التجاري هيخش جوه الدور اللي بعديها يعني. وسبورتنج من الفرق القويه برضو في البطوله السنه دي، وعملت ماتشات كويسه في البطوله اللي فاتت، فباذن الله ان شاء الله تقدر تنافس في الادوار اللي جايه باذن الله. رجلاء ماتشين لنادي الشمس عشان يعدي، ماتشين عندهم السجون الكيني واسك وموزة الإفواري، وهم يعني كل فرقه كسبانه ماتش ولسه ناقص لهم ماتشين. شايفه نادي الشمس ممكن يعمل ايه في المرحله اللي جايه في ماتش زي السجون الكيني ومباراه قويه جدا؟ ما انا بقول لحضرتك يا كابتن خالد من الاول ان هو صعبها على نفسه جامد، يعني الشمس فرقه صعبتها على نفسها، هو كده كده خلاص يعتبر كده كده بره المجموعه، اللي عايز بقى يعني حاجه من عند ربنا كده. حتى لو اتقلبت السجون الكيني كده كاسب اول مباراه دي كويس. عنده 3 نقاط ولسه ناقص له 3 ماتشات بالظبط كده. المجمع البترولي كاسب فاز على الشمس عنده نقطتين، عشان هو فاز طريقه النقاط في البطوله الافريقيه اذا كان الفريق فاز ب3-0 او 3-1 بيحسب للفريق 3 نقاط كويس. تمام. اذا كان الفريق فاز على الفريق المنافس ليه 3-2 بيتحسب له نقطتين فقط، والفريق الخسران بياخد نقطه كويس. ونادي الشمس فعلا واخد نقطتين بالظبط ولعب ماتشين، لكن نادي المجمع البترولي لعب مباراه مع نقطتين بالظبط كده، فهو صعب جدا 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 على الشمس ان هو يوصل دور الثمانيه. كابتن منى، شفتي ماتش الاهلي امبارح ازاي وافتتاح البطوله مع كانون الكنغولي؟ ماتش الاهلي امبارح كان وان سايد جيم طبعا لصالح النادي الاهلي، والنهارده ماتش النهارده برده هيبقى وان سايد جيم لصالح النادي الاهلي. دايما يعني من حظ الاهلي ان المجموعه بتاعته فيه ماتشات سهله في بدايتها، بنقدر ان احنا نعمل كل الخطط بتاعتنا وكل الفنتات وكل الحاجات اللي احنا هنستعد ليها للفرق الكبيره، فده كان من حظ النادي الاهلي. فرقه البوركيني بتاعت النهارده فرقه اسمها صعب شويه، يو اس اس اي البوركيني سيبك من الاول اللي خلاها نادي البوركيني ماشي. هي فرقه عادي برضه غلطتي، خلي بالك برضه في البروم، خلي بالك معلش اسم مختلف ايه صح؟ لا كانت تقصدها يا كابتن، على فكره هي كانت قصدها يعني كده. طيب ماشي اوكي ماشي يا كابتن منى، اتفضلي. نسيت انا كنت اقول. طب خلينا نسيت. لا خلاص انا افتكرت. اوكي. فرقه النهارده المشاركه بتاعتها شرفيه في البطولات، يمكن شاركت مثلا مرتين او 3 مرات في البطولات الافريقيه السابقه. تمام. فاحنا النهارده المفروض ان احنا للماتش دوت ان احنا ماتش سهل نستغله استعدادا للماتشات اللي جايه. عجبني امبارح ان كابتن حمدي شارك كل الفرقه، وده مبدا النادي الاهلي ان احنا دايما بنعمل مزيج بين الفرق الصغيره، اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره، على اساس ان احنا النادي الاهلي زي ما بنقول كده طموح مشروع. خلينا نروح للزميل شريف شعبان من ارض الملعب.
بدات الفرقتين يسخنوا قدامنا، والزميل شريف شعبان معاه لقاء مهم جدا مع دكتور محمد سراج رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله الافريقيه. تحياتي ليك يا كابتن خالد ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النجمه العشره يا اهلي، كل جماهير النادي الاهلي تتمنى باذن الله يكون البطوله دي وش الخير على النادي الاهلي ونوصل للنجمه العشره. معي طبعا رئيس اللجنه العليا الدكتور محمد سراج، بيقول لك اهلا بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحت الكابتن خالد العوضي ليك وضيوفه وكل مشاهدين النجمه العشره. جمهور النادي الاهلي بيمين نفسه بالنجمه العشره. الاول بقول لك شابوه على افتتاح امبارح، شغل الشباب ورانا على الشباب على طول، دايما الشباب تعمل اللي ما يتعملش. شابوه امبارح على الشغل امبارح، مبروك الاول افتتاح امبارح الواو دوت. الحمد لله. لا والله شريف، الحمد لله. يعني تحياتي طبعا لكابتن خالد العودي وكل الساده الضيوف اللي معاه في الاستوديو. الحمد لله يعني ربنا كرمنا على قد التعب الكبير اللي حصل في الفتره الماضيه من كل اللجان الحقيقه، يعني الشباب والناس اللي طبعا الخبرات الكبيره اللي في النادي اللي احنا بنعتز جدا بيها وليها ثقل في تنظيم البطولات من زمان. فالمسج ده حصل مظبوط يعني ما بين الخبرات دي وما بين الشباب، وهو اللي قدر ان انت يطلع لك في الاخر يعني فكره مختلفه للحفله الحمد لله. ودي كانت برضو لجنه المراسم الافتتاح والختام، نحب نشكرهم يعني على هم ادوه وعملوه معانا امبارح. وده طبعا كان ليه تجهيزات وكان ليه ستوري بورد معموله وبروفات فالحمد لله الدنيا مشيت كويس. وبخلاف طبعا الحفله والشكل العام الحمد لله برضو يعني البطوله ماشيه بشكل يعني ناجح في الناحيه التسويقيه كرعاه البطوله. الحمد لله يعني البطوله متغطيه بشكل كويس. وبرضو احنا بنسعى في موضوع الجماهير كل يوم، يعني كان بدايه شويه امبارح طبعا عدد مش مرضي بالنسبه لنا طبعا، يعني جماهير النادي الاهلي احنا نفسنا نشوفهم طبعا اكتر من كده، بس احنا ماشيين بسيستم معين وبعتنا للناس، في ناس لحقت تيجي في ناس ما لحقتش تيجي. فبنواصل النهارده بنبعت للناس حسب الليست اللي جات لنا، ماشيين باسبقيه الحجز يعني. فحتى الناس اللي ما جاتش مثلا بنبعت للناس اللي بعديهم النهارده ان هم يجوا عشان الموضوع يبقى فير يعني، بنبعت من بس بحيث ان احنا كل ان شاء الله يوم يبقى معانا زياده في العدد شويه ان شاء الله يعني. الحمد لله فوزنا 3-0 الحمد لله باذن الله، النهارده تكمل على بطل بوركينا باذن الله، نكسب النهارده كمان عليه عشان حلم بقى نوصل للنجمه العشره. يا رب ان شاء الله. هو طبعا النجمه العشره يعني يبقى رقم قياس كبير كرقم في دوري الابطال الافريقي يعني الكره الطائره سيدات، هم كده كده واخدين الرقم القياسي بس كتسع بطولات ان شاء الله العشره تبقى من نصيبهم، وباذن الله تضاف لسجل بقى انجازاتهم وبطولاتهم في النادي وللنادي الاهلي كله يعني. الشباب تعمل اي حاجه؟ قول لي بقى، خلصنا من الافتتاح، الختام اخباره ايه؟ لا والله احنا الفكره كلها الختام عادي جدا، ما فيش اي حاجه، احنا مراسم عاديه للتسليم الكاس، يا رب يبقى من نصيبنا ميداليات وكده، هتبقى حاجه سيمبل خالص يعني. حتى احنا برضو عملنا الموضوع سيمبل امبارح يعني، بس وكان في الحمد لله يعني انطباعات الناس جت جيده. لسه حتى انا يعني كنت قاعد مع رئيس البعثه بتاعت نادي قرطاج، وبرضو كان معانا مدام هويده في المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي، والحمد لله هم الاثنين اشادوا جدا يعني يمكن باللي حصل. وهو حتى يعني رئيس بعثه قرطاج قال لي انت صعبت الدنيا علينا يعني، صعبت الدنيا علينا في تونس ان احنا لو جينا نظمنا حاجه بالشكل ده. فالحمد لله النادي الاهلي ده العادي يعني، احنا ما عملناش انجاز يعني، هو النادي الاهلي ده العادي، ان انت دايما النادي الاهلي هو بيبقى ليه الاولويه او الاسبقيه او الرياده كافريقيا يعني، والحمد لله في مصاف الانديه العالميه كمان في بقى بطولات في تنظيم، فده الطبيعي يعني، احنا ما عملناش حاجه غريبه يعني. دكتور بالتوفيق وباذن الله تكون بطوله ناجحه، وباذن الله تكون الخير عليك طبعا شخصيا، وباذن الله تعمل حاجه واو كالعاده يعني. شكرا. زميلي شريف شعبان من ارض الملعب، ولقاء مع الدكتور محمد سراج رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله الافريقيه. نرجع عليك كباتن، نقول ان عندنا مباريات كان امبارح حصل وعايزين ناخد رايكم فيها، نتائج مباريات امبارح. كان كابتن ساره اسك الاوفواري لعب مع السجون الكيني وخلص المباراه 3-0 للسجون الكيني. تمام. ماتش المباراه يعني تعتبر مباراه ضعيفه لان السجون الكيني يعني فرقه ثقيله. الماتش اللي بعديه كان الانابيب الكيني ورواندا برضه خلص 3-0 للانابيب، برضه نتيجه متوقعه لان الانابيب الكيني برضه فريق ثقيل. هو ليه فرق كينيا بتتميز بايه فرق تقيله ان هي تكون نقدر نقلق منها يعني، ضريبه بيستقبلوا كويس يعني، ايه اللي يميز فرق كينيا في والله دايما بيبقى الهجوم عندهم قوه ضاربه جامده يعني. دايما الهجوم هم متميزين دايما بالقوه الجسمانيه والعضليه، فدايما بيبقى بتفرق ماتشاتها على
عن بقيه الماتشات يعني في في البطوله كلها. منى لو شفت نتيجه امبارح نكومبو الاوغندي 3-2 مع الشمس المصري. يعتبر اكبر اكتر. لا بصراحه يعني ما كنتش متوقعه خالص الماتش ان هو هينتهي بالنتيجه دي. بس زي ما كابتن نجله قالت ان فريق الشمس استهون بالماتش وكان نازل على اساس ان هو هيكسب خلاص ان فرقه ضعيفه. ودايما فرق افريقيا احنا ما نقدرش ان احنا نتوقعها لان فرق افريقيا زي ما ساره قالت ان هي بتتميز بالقوه. بس كانت فريق يعني لو استهونتي بالفرقه هتخسر. وكمان انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، في فرق بتبقى ضعيفه بس لعبها عشوائي وده بيبقى متعب جدا للفريق الجامد. يعني مثلا يعني بمعنى عشوائي، معلش هقول لحضرتك بصراحه، انا دلوقتي مثلا في وضع ديفنس تمام، وانا شايفه اتجاه اللاعب اللي بيضرب قدامي وشايفه اتجاهه زاويته فممكن هو يطلع ويشوط وبعد كده الكره يعني سوري تقلش منه مثلا فدي بتنزل عندنا خلاص انا واقف وضع استعداد ديفنس تقلش منه دي الزاويه مظبوط. طب انا هقول لحضرتك امبارح ماتش الاهلي كان فيه لعيبه اربعات البنت جنبها عالي جدا وبتشوط من عالي جدا بس الكور كلها اوت تمام، ده كان ممكن مثلا يخلينا ان هي مثلا تاخد نقط كتير بالتاتش، وخصوصا ان احنا ما شاء الله يعني عندنا المستوى الطول كبير جدا في لعيبه الثلاثات ولعيبه الاطراف تمام. فدي كانت بصراحه نتيجه صادمه يعني. وماتش سبورتنج قرطاج التونسي 3-0 كابتن ابراهيم. تمام، ايه المباراه كانت قرطاج طبعا فريق كامل متكامل جاي ينافس على لقب افريقيا، هو اعتبر كان وصيف البطوله اللي فاتت، فجاي محضر نفسه كويس جدا، جايب لاعيبه محترفه من ايطاليا غير اللاعيبه اللي كانت موجوده معاها السنه الماضيه، لاعيبه من مركز 4، لاعيبه قويه بتتميز بالاستقبال والضرب الساحق، لاعيبه مميزه جدا، عامل تغييرات كتيره جدا في الملعب من ناحيه التكتيك الفني او المهاري. ف امبارح اتصدم مع فريق سبورتنج، فريق سبورتنج ده ماتش قرطاج امبارح مع نادي سبورتنج قدامنا على الشاشه، اتفضل. بالظبط، فريق سبورتنج امبارح كان غير المتوقع تماما، المباراه كانت تعتبر وان سايد جيم من ناحيه قرطاج. كويس، وكان عندنا اخر مباراه كانت الاهلي وكانون الكونغولي و3-0 النتيجه. خلينا نخش على مباريات النهارده، وفي برضو لسه ما فيش مفاجآت جوه البطوله، اعتقد هي في مفاجاه واحده هنقولها، لكن خلينا نروح للمباريات النهارده اللي اتلعبت فعلا ونقولها. المجمع البترولي واسك الاوفاري و3-0 للمجمع البترولي، وكده ماتشين كسب ماتشين وطلع للمركز الثاني في المجموعه الرابعه. طبيعي زي ما قلت لحضرتك، ما هو من المتوقع من المجموعه الرابعه اللي هو الفريق اللي بيضم السجون الكيني ونادي الشمس والمجمع البترولي والاسك الايفواري وجامعه نكومبا، انا كنت متوقعه من الاول خالص ان اول وثاني المجموعه السجون الكيني والمجمع البترولي الجزائر. كنت اتمنى نادي الشمس يكون موجود بصراحه كمصريين اكيد، وبالذات ان كابتن تاني توسن هي اللي ماسكه، اتمنى لها التوفيق ان شاء الله في المرحله اللي جايه. كابتن منى فاب الكاميروني كانت ثاني مباراه النهارده معانا هي وريفينيو، ويفوز فاب الكاميروني 30-28 25-19 و25-16 بنتيجه 3-0. طبعا هو اول جيم اللي كان غريب شويه. خلينا نتكلم على فرق الكاميرون. فرق الكاميرون عندهم اطوال جامده جدا، قويه جدا، يمكن منتخب الكاميرون وصل لكاس العالم التصفيات الامم الافريقيه اللي فاتت. فطبعا فرق الكاميرون وصل اولمبياد كمان لا المعادين على طول انت عارف اولمبياد على حسابنا احنا. فطبعا هو بس اول جيم ممكن نكون برضو ان هو استهون بالفريق الرواندي تمام، بس بعد كده يعني الفرق طبيعي جدا في الشوط اللي بعد كده. تمام، هنستعرض سريعا نتائج النهارده. نكومبو الاوغندي والسجون الكيني 3-1 للسجون الكيني بنتيجه اشواط 26-24. نكومبو الاوغندي قدر ياخد شوط من السجون الكيني، دي حاجه قويه جدا، والسجون الكيني بيفوز بثلاث اشواط مره واحده 27-25 25-16 و25-22. واخر مباراه النهارده كانت قبل مباراه الاهلي، قرطاج التونسي مع دي جي اس بي الكونغولي ويفوز 3-0 بنتيجه اشواط 25-9 25-16 و25-19. خلينا نخرج الفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. رجعتوا لنا بعد الفاصل عشان نبدا تحليل مباراه الاهلي ويو اس اف اي البوركيني فاسو، اسم صعب جدا عليا لكن مفيش مشكله. كابتن منى شايف مباراه النهارده ازاي مع النادي الاهلي النهارده في البوركينا فاسو؟
ان شاء الله هيبقى ماتش كويس. المفروض ان فرقه النادي الاهلي تستغله بشكل ان احنا نعمل الخطه بتاعتنا والفنتات بتاعتنا ونستعد للماتشات الكبيره. لازم كل الناس تشارك النهارده عشان كله لازم يخش في اجواء البطوله كويس ومع الجمهور. فاعتقد ان هو ان شاء الله باذن الله هنكسب النهارده ان شاء الله. شايفه كابتن اجلاء خطه الملعب النهارده، الخطط بتاعه اللعب النهارده، تقدر كابتن حمدي صافي يجرب ايه او يعمل ايه مع فرقته عشان يعتبر كل خطط اللعب متواجده جوه المباراه؟ والله انا اتمنى النهارده ان احنا نلعب سريع كتير جدا. سريع جدا. يعني ايه سريع؟ معلش بقى انت عارفه انا ايه الكره الوان اللي بتبقى في نص الملعب بتتفرج وان، وعندي السي باك وعندي وان ليج اتاك وعندي ال، خلينا في واحده ما تاخديش بقى ورا بعضيهم، خلينا واحده واحده. السريع ده بالنسبه لك ان الباصيره ترفع قصير ولا طويل ولا ايه بالظبط؟ لا ترفع قصير. ترفع قصير على الشبكه. قصير على الشبكه وبالذات يخص لعيبه مركز ثلاثه. كويس. اللي هي اللي هنقصد بيهم فريده العسقلاني ومريم متولي النهارده. تمام. فاحنا عندنا ان شاء الرحمن امبارح لعبه المباراه كانت مباراه سهله بالنسبه لنا. كويس. بس ما استغل ليش الكور السريعه كتير. يعني امبارح شروق على قد ما قدرت شغلت الملعب كله، بس انا اتمنى شغل السريع بيبقى اكتر كتير حتى في الفرق القويه. لما نيجي نلعب تونس او نلعب كينيا دي بتساعدنا على ان احنا بنوقف البلوك هناك ونقدر بعد كده لما نيجي نرفع على الاطراف يطلع حائط صد واحد مش دبل. ليه نوقف البلوك؟ كلمه كابتن اجلاء بتقول لك نوقف البلوك، نوقف البلوك دي عشان سرعه الكوره ما يقدروش يطلعوا بلوك قدامهم ولا ايه بالظبط؟ نوقف البلوك دي يعني اللي هو نرفع سريع، يعني نلعب اللعب السريع. كويس. نستقبل كوره اولى كويسه، السريع يترفع ما يلحقش يروح على الاطراف. ده معناها ما يلحقش يروح على الاطراف، اللي هو السنتر بلوك اللي بيوقف في النص، اللي واقف في النص رقم ثلاثة. ما ينفعش يلم على اربعه او يلم على اثنين. فيبقى يطلع معنا نوقف البلوك. نوقف البلوك. شايفه ان طريقه اللعب دي متناسبه النهارده مع النادي الاهلي مع فريق بوركيني؟ طبعا اكيد. سرعه الافارقه ما يقدروش النهارده النهارده بالعكس. النهارده هيجي لنا كور سهله كتير جدا، هيجي لنا تشانس بول كتير جدا، فهنقدر نستغل الكور السريعه على اكمل وجه. تمام. فده انا اتمنى النهارده ان احنا نشغل السريع على اساس اي فرقه بتتفرج علينا يبقى احنا مركزين معانا ان احنا لا احنا عندنا سريع جامد جدا، عندنا اسماء لعيبه قويه جدا زي فريد العسقلاني، مريم متولي، نرمين المنشاوي، احسن لعيبه في مركز ثلاثه عندنا اقوياء جدا. فلازم نشغلهم كتير، هنهبط من الفريق المنافس قدامنا او اي فريق بيتفرج علينا. ممكن ده احماء الفريق الاهلي والنادي البوركيني قدامنا دلوقتي من صاله امير عبد الله الفيصل. كابتن ساره لازم اسالك السؤال المهم، كل الناس في الطايره بيقولوا ان اهم لعبه هي استقبال الكوره، واعتقد الليبرو يعني حضرتك كنت ليبرو كبير، فاستقبال الكوره ليه بالذات دي لازم تطلع مظبوط للبصير؟ انا شايفه ان مركز الليبرو ده من اهم المراكز الموجوده في الملعب. مركز الليبرو ده بتبقى اساس اللعب. لازم الكوره الاولى تطلع مظبوطه جدا الحقيقه، لان الكوره الاولى ده معناها ان السريع بتعرف تشغل السريع كويس جدا ونوقف البلوك زي ما قلنا. اساس الكره الطايره انا شايفاها ان هي الكره الاولى. الكره الاولى اساس الكره الطايره. يا ارسال يا استقبال. لا الاستقبال، يعني انت ارسال تلعب عليك وبعد كده انت هتستقبل. طيب. الاستقبال ده اهم حاجه لان الكره الاولى تطلع مظبوطه فهتعرف تشغل الملعب كويس. ترفع سريع، ترفع باك، تعمل وان ليج، في كذا حاجه للكره الاولى لازم تبقى مظبوطه. كابتن منى باك وان ليج، لو قلت لي باك اقول لك انا باك ليفت وباك رايت عندنا في الهاندبول، لكن باك و وان ليج وان ليج قولي لي يعني ايه؟ اوكي بس انا عايزه اكمل بس حاجه فنيه كده، ان فريق النادي الاهلي بيتميز بقوه الهجوم من الاطراف ومنتصف الملعب. الاطراف بالنسبه لك الضرب من اوبزيت ورقم اربعه بالظبط كده، ومنتصف الملعب في منتصف الملعب وفي وضعيه السايد اوت. كويس. بمعنى ايه السايد اوت؟ اللي هو الهجوم من الاستقبال. كويس. هتستغرب الكلمه، الهجوم من الاستقبال يعني معنى كده ان احنا عندنا ميزه ان الكرة الأولانية كويسة، فمعنى إن الكرة الأولانية كويسة معنى كده إن الرفعة هتبقى كويسة، الضرب هيبقى كويس. في عندنا وضعية الترانزيشن. تمام. وهي وضعية البلوك والدفاع بمعنى أوكي. بمعنى إن إحنا أول حاجة للدفاع بتاعنا هو بيبقى البلوك، وبعد كده بيبقى الدفاع اللي هو الديفنس. تمام. فاحنا الحمد لله بنتميز بنعتمد على مين في الحاجه في البلوكات؟ اوكي خلينا نعتمد الاول على السايد اوت، بنعتمد على فرق فردات اربعات والليبرو. تمام. اللي هي في الكوره الاولانيه نهله سامح، نهله سامح وكاترين، ما نسيتش كاترين. ما نسيتش كاترين اهم راضيه. وطبعا ساره امين طبعا. والرحمه ربنا يشفيها يا رب في الاصابه بتاعتها يا رب. بالنسبه للبلوك فاحنا عندنا فريده العسقلاني ومريم متولي
وميار دول لعيب التلاتات تلاتات اوكي في البلوك. طيب انا نجلاء امبارح قالوا لي ان كان كابتن حمدي صافي لعب بشكل مختلف شويه والضرب من رقم من مركز رقم 6 بلعيبه لا كتر المحترفه كانت بتضرب من ورا من الخط الخلفي. لا والله دي موجوده عندنا على طول يعني هو تعمل لي كابتن حمدي بيستغل الضرب الامامي والضرب الخلفي في اوقات كتير اذا كانت الكوره ما ساعدتش الباسير ان هي تقدر ترفع الكور بشكل مباشر كويس امامي بتتلجأ الى الكره الخلفيه اذا كانت بترفعها من 6 لكاترين او نهله اذا كانت واقفه في مركز 6 ساعتها او بترفع في مركز 1 وطبعا المسؤوله عن الضرب الخلفي في مركز 1 هي اشيم. تمام شايفه النادي الاهلي قوته بتتميز في الهجوم في الهجوم اللي على الشبكه ولا من الخط الخلفي الضرب الخلفي؟ انا هقول لحياتك حاجه. لا طبعا اي قوه هجوميه بتبقى اقوى مليون في الميه من الخط الامامي. الخط الامامي اقوى من في الهجوم بكتير جدا من الخط الخلفي. تمام. بس احنا الحمد لله عندنا لاعبات زي ايه الشامي مثلا زي زمان عندنا كابتن تاني توسن كان ضرب خلفي زي ضرب امامي بالنسبه لها فكانت قوه جميله. كابتن سارة سريعا عنوان المباراه النهارده ايه؟ عنوان المباراه النهارده ان شاء الله هتبقى مباراه سهله للنادي الاهلي يكسب 3-0 ونستريح. ان شاء الله كابتن حمدي اكيد هينزل العناصر كل الفرقه. مباراه سهله يعني مباراه سهله بالنسبه لفريق النادي الاهلي وان شاء الله الماتش يخلص نتمناها ان شاء الله اهلاويه نتمناها 3-0 للنادي الاهلي. يلا بينا هنطير على ملعب المباراه سريعا عشان نشوف المباراه الاهلي ونادي البوركيني يو اس اف اي البوركيني ومعلقنا الجميل كابتن اسامه ابو زينه. الف مبروك لفريق النادي الاهلي الفوز الثاني على التوالي على نادي يو اس اف اي البوركيني النهارده برغم ضعف الارسالات وبرغم الاستقبال كان عندنا فيه مشكله النهارده لكن الحمد لله مباراه وعدت والاهم اللي جاي ان شاء الله باذن الله. خلينا نشوف مع محللين النهارده رايهم ايه في مباراه النهارده. كابتن نجلاء فوزي رايك ايه في مباراه النهارده؟ والله المستوى متوسط ما اقدرش اقول غير كده. المباراه كانت في اخطاء يعني اذا كان الشوط الاول خلاص 25-12 والشوط الثاني خلاص 25-14 والشوط الثالث 25-12 انا بمثل النقاط اللي احنا خسرناها دي. ماشي انا اسف بقطع حضرتك لازم نطلع بس الملعب وراه سريعا. هنطير للملعب وراه والزميل شريف شعبان ولقاء مهم جدا مع كابتن حمدي صافي. لك الكلمه الزميل شريف شعبان. دعتي ليك كابتن خالد ولضيوفك نجوم النادي الاهلي او نجمات النادي الاهلي طبعا كابتن نجلاء فوزي منى عدلي ساره طلعت ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان فوز النهارده النادي الاهلي 3-0 على بطل بوركينا مع المدير الفني الخلوق كابتن حمدي صافي. بقول لك مليون مبروك الاول طبعا اتحاد كابتن خالد العوضي نجم من نجوم شاشه قناه النادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي نجلاء فوزي منى عدلي ساره طلعت تحياتهم كلهم ليك. الحقيقه طبعا برحب طبعا بالكابتن خالد العوضي نجم مصر وبرحب بنجمات مصر في استوديو التحليل للكره الطايره وبقول لهم الحمد لله النهارده كان وشهم حلو علينا الحمد لله. فوز النهارده 3-0 امبارح 3-0 مباراه مش قادر اقول صعبه ولكن انت ما شاء الله برضو المعسكر فريق معاك خبرتك مع اللعيبه والفتره اللي بقالك فتره كبيره مع اللعيبه برضو خلاص حافظ لعيباتك بتعمل روتيشن كويس قوي القادم اصعب. الحقيقه احنا داخلين البطوله واحده واحده مش متسرعين مش عاوزين نستنفس كل القوه بتاعتنا عندنا الادوار الجايه ماتشات جامده جدا بنحاول نحافظ على القوه الاساسيه بتاعتنا والقوه الضربه بتاعتنا تبقى فريش بحيث في الماتشات الجامده يبقوا في قمه مستواهم. احنا امبارح والنهارده بنجرب كل اللعيبه وان شاء الله بكره برده بعد بكره ماتش الجمارك هيبقى فيه تجربه لبعض اللاعبين برضو بحيث ان كل اللعيبه تبقى المجهود متوزع عليهم وبحيث الادوار الجايه هتبقى ادوار صعبه عندنا لقاءات صعبه منتظرانا الدور الجاي واللي بعده فلازم نحافظ على القوه بتاعتنا الاساسيه. مباراه الجمارك يوم الاربع شايفها ازاي؟ لا فريق الجمارك يعتبر فريق منافس لينا على اول وثاني المجموعه فاعتقد هتبقى مباراه اقوى كمان من المباراتين دول وهتبقى احتكاك كويس قبل الدور الثاني ان شاء الله. ما ينفعش ما اتكلمش على نمره واحد في اي رياضه في اي لعبه جمهور النادي الاهلي يمكن النهارده في الصاله بيشجع بقوه بيشجع الى الان يمكن سمع صوته حاجه تهز الحجر زي ما بيقول. لا جمهور الاهلي طبعا معودنا على ان واقف ورا فرق النادي الاهلي في كل الالعاب وخاصه الكره الطايره سيدات النادي الاهلي لان هم بيحققوا لهم بطولات وعارفين ان هم الدعم ليهم ان شاء الله باذن الله هيجيب نتيجه ويجيب بطوله باذن الله. جمهور الاهلي بيطالبك بالنجمه العشره
والله احنا بنشتغل وبنعمل كل اللي في وسعنا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل ان شاء الله في اللاعبات بتاعتنا وقدرتهم على حسم اللقب العاشر ليهم باذن الله. عاوز تقول لجمهور النادي الاهلي احنا منتظرينكم في الماتشات الجايه، ماتشات صعبه مش هنقدر نعديها غير بوجودكم معانا ان شاء الله. شعبان مليون مبروك، تسال كل خير وباذن الله، باذن الله يكون الشيء حلو عليك وتكسب البطوله باذن الله. طب كابتن خالد عاوز اسالك، اتفضل يا كابتن خالد. زميلي شريف شعبان، بس عايز اسالك كابتن حمدي الصافي، النهارده شفت اداء الفريق الحمد لله ان احنا كسبنا، لكن كان في النهارده الكره الاولى واستقبال الفريق النادي الاهلي كان عنده مشكله شويه، عايز اساله شايفها ازاي في مباراه النهارده؟ كابتن خالد معلش عيد السؤال، كابتن خالد الصوت بيقطع. اداء استقبال الأهلي. استقبال يعني الحمد لله كسبنا المباراه النهارده، لكن استقبال فريق النادي الاهلي النهارده ما كانش على الوجه الامثل. الانين اهم كره في الكره الطايره هي استقبال الكره. كابتن خالد العودي بيتكلم النهارده يعني عملت مباراه كويسه، وكان استقبال الفريق النهارده ما طمنوش، ما طمنش جماهير النادي الاهلي النهارده، ما طمنش نجمات النادي الاهلي النهارده في الاستوديو. تمام، هو الاستقبال احنا شغالين عليه بقى لنا فتره، بيحصل روتيشن كتير في الاستقبال، يعني عمليه الاستقبال دي محتاجه استمراريه كتير وشغل كتير، احنا شغالين عليها ومع ثبات التشكيل في الماتشات الجايه هيظهر الشكل الاحسن باذن الله. مطمئن؟ الله مطمئن ان شاء الله باذن الله. اطمئن يا كابتن خالد وطمن ضيوفك وباذن الله يكون كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي يعني بنشكرك ويا رب ان شاء الله النجمه العاشره هي اهم حاجه بالنسبه لنا وبالنسبه لكابتن حمدي وكل جماهير النادي الاهلي. باذن الله وباذن الله تعمل بطوله كويسه. ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن خالد. شكرا. كابتن خالد مستمرين معاك مع نجمات النادي الاهلي طبعا شريهان محلله التقني، نقول لك اهلا بيكي. قولي لي بقى بتعملي ايه؟ ايه محلل تقني؟ المحلل التقني ده اللي هو مسؤول عن الاحصائيات للفريق او الفرق المنافسه. بشتغل على فرقتنا والفريق المنافس في نفس الوقت، بعرف نقط ضعف الفريق الثاني مميزاته طبعا، يعني بحاول اعرف نقط الضعف بتاعت الفريق الثاني واحنا نقدر نلعب على ايه، وفرقتنا برضو اشوف مين الحمد لله كان مستواه النهارده كويس، مين ربنا ما اكرموش ومستواه كان ضعيف شويه، بيبقى كلها احصائيات للعيبه يعني. اليوم مبروك. الله يبارك فيك. مستمرين مع نجومنا طبعا النهارده رنا جوهري. رنا مليون مبروك، اتحاد الكابتن خالد ليكي وضيوفه طبعا. النهارده مباراه يعني مش هقول صعبه، مباراه سهله. يعني قولي لي دخلت المباراه ازاي؟ كنت واثق من الفوز النهارده ولا لا؟ كان في بعض الدفوهات بس باذن الله نصلحها في فترات المباراه المقبله. في الاول بس احب ارحب بكابتن خالد العوضي وكابتن نجلاء فوزي وكابتن ساره طلعت وكابتن منى طبعا، نشكر حضرتك طبعا انكم معانا. الحقيقه مباراه النهارده فعلا كانت مباراه ممكن نقول عليها ان هي ضعيفه او متوسطه، بس ده بيساعد الكابتن طبعا على ان هو يشارك كل الناس، يدخل كل الناس في المود بتاع البطوله. صحيح انه بيبقى فيه بعض الاخطاء، بس ده برضه بيساعدك انك تافويدت يعني في الادوار الثانيه. احنا الحمد لله مجهزين نفسنا كويس جدا ومستعدين ان شاء الله البطوله عشان نحافظ على اللقب باذن الله. ما ينفعش بس تركيش على الجمهور اللي بيهز الحجر ده. اكيد اكيد الجمهور، حضرتك مش متخيل فرق معانا قد ايه. احنا نفسنا ان الجمهور ترجع تاني تملى الصالات من جديد، لان ده فعلا بجد حماس لينا مهمه قوي. ان شاء الله ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله يكونوا موجودين بعدد اكبر باذن الله. مليون ميرسي لحضرتك. ساره امين نجم من نجمات النادي الاهلي النهارده. ساره مليون مبروك النهارده، فوزكم النهارده. عندكم مباراه صعبه يوم الاربعاء مع الجمارك النيجيري، شايف هذه المواجهه؟ ان شاء الله نقدر نتغلب عليهم ونطلع اول مجموعه ان شاء الله. كسبنا النهارده وامبارح ان شاء الله، يعني فرق مش صعبه ومش سهله الحمد لله. ان شاء الله نطلع اول مجموعه ونقابل فاف الكاميروني ان شاء الله في دور الثمانيه، وان شاء الله نتغلب عليهم. قولي لي بقى رئيس اللجنه العليا الدكتور محمد سراج وقف معاكم بعد المباراه، قولي قال لكم ايه؟ كان بيشجعنا على طول، هو متواجد معانا في الماتشات كل الماتشات وقبل البطوله كمان وقبل معسكر صربيا، على طول بيشجعنا وعلى طول بيحفزنا ان احنا نلعب كويس، والحمد لله يعني مليون هنبقى عند حسن ظنك. مليون مبروك. سهيله يمكن نجمه من نجمات النادي الاهلي. سهيله اهلا بيك على شقات النادي الاهلي، وتحياتي كابتن خالد ليكي ونجلاء ومنى وساره ليكي، مبروك على اداء النهارده وباذن الله القادم افضل ليكي. الحمد لله يعني احنا كسبنا النهارده، الماتش النهارده كان يعتبر زي ماتش امبارح، ما كانش صعب قوي يعني، احنا الحمد لله محطوطين في مجموعه حلوه وده من حسن حظنا يعني. بس قولي لي الدكتور سراج قال لكم ايه بعد المباراه؟ كالعاده لو عايزين حاجه، لو محتاجين حاجه واحنا كلنا ندعمكم، وان شاء الله الماتش الجاي يبقى نكسبه يعني، وهو هيبقى موجود ودايما هيشجعنا وكده. ماتش صعب يوم الاربع، بدانا خلاص بقى نخش بقى اهو في الجد شويه، جمارك النيجيري مباراه صعبه شويه. اصعب شويه من المباراتين دول، يعتبر فرقه بتلعب يعني ونفس قبل كده وفرقه كويسه يعني. غير بتطالبكم بالنجمه العاشر. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعدهم ان احنا ان شاء الله ناخدها ان شاء الله. لا. شكرا.
نجمة من نجوم آية، آية سوبر ستار النادي الأهلي. آية مليون مبروك النهاردة فوزكم النهاردة 3-0 وبالأمس 3-0، بس الأداء ما طمناش شوية. ألا يا كابتن خالد وألا نجمات الاستوديو، ألا أتونا ليه؟ الله يبارك فيك. طبعا النهارده يعني هو احنا ماتش يمكن احنا منزلين عارفين اللي هو ماتش مش جامد قوي، فيمكن يعني ادائنا هبط مع الفرقه شويه، هو اكيد ده مش حاجه صح قوي، بس احنا برده مركزين بقى الماتشات الجايه خلاص ما فيهاش تهريج، فان شاء الله يعني المستوى يختلف خالص، لان احنا في الماتشات الجايه هننزل بقى ما فيش هزار ان شاء الله. من 10 والجمهور اللي بيهز الحجر ده النهارده بيطالب الفريق بالنجم العشرة، بيطالبكم بفوز ببطوله افريقيا علشان زعل منكم في نهايه البطوله العربيه، لازم توعدوهم باذن الله تفوزوا ببطوله افريقيا باذن الله. احنا من اخر من ساعه ماتش البطوله العربيه احنا كلنا ما اعتقدش في اي حد اثر في التمرين ولا في اي حاجه، عشان ان شاء الله البطوله دي تطلع اهلاويه يعني ونصالح بيها جمهورنا، وان شاء الله ان شاء الله احنا يعني هنعمل كل حاجه عشان نوصل اللقب ده ان شاء الله. مباراه الاربعه مباراه الجمارك النيجيري شايفها ازاي؟ هي مباراة مش سهلة، احنا اصلا لعبناهم السنة اللي فاتت كانت فرقة مش سهلة، لان هما كمان ما يدوموا خبرات كبيرة، فهي ماتش مش سهل يعني، وكويس ان احنا نلعب فرقة مش سهلة قوي عشان نبتدي نخش في جو البطولة والماتشات تبتدي بقى تدريجيا هتبقى صعبة يعني. مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. كابتن خالد، دي كانت لقاءاتنا مع مدير الفني للنادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي، باذن الله يا رب يكون النجمه العشرة من نصيب النادي الاهلي، باذن الله يا رب يكون هذه البطولة من نصيب النادي الاهلي. عودة ليك من جديد كابتن خالد. فضل. شكرا زميلي شريف شعبان من ارض صالة الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره، لقاءات بعد مباراه الاهلي ويو اس اف اي البوركيني، نتمناها النجمه العشرة، كل الناس بتطمح وعندها طموح قوي جدا، وكل اهدافنا كلها متمثله ان الاهلي يوصل للنجمه العشرة. كابتن نجلاء، النجمه العشرة هي محور الكلام كله في البطوله دي. ان شاء الله ربنا هيكرمنا بعون الله وهناخد البطوله الافريقيه وهناخد اللقب العاشر ان شاء الله الرحمن لينا. طبعا النهارده احنا كنا بنتكلم على مستوى المباراه، طبعا احنا قلناها ان مستوى متوسط، وده نتيجه ان الفريق المماثل لينا او الفريق المنافس لينا فريق ضعيف جدا. كويس. تمام. طبعا النهارده كابتن حمدي الصافي المدير الفني حب يجرب اللاعبات كلها، جميع اللاعبات شاركت في المباراه بالكامل عشان يوصل لاحسن تمثيل في المباراه القويه ان شاء الله الرحمن. احنا من اول ما هنطلع دور الثمانيه هنقابل مباراه قويه جدا، وكابتن حمدي ان شاء الله مجهز اللعيبه بتاعته كل ان شاء الله الرحمن، ربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله. كابتن منى، يعني حسيت النهارده في الاداء اللاعبات مش متماسك، مش يعني مش متزن في الملعب، مش مترابطين مع بعض. انا اولا عايزه اقول ان انا ظلمت فرقه بوركيني شويه بصراحه، فيهم بنتين هايلين في الاستقبال، كان عندهم كره اولى كويسه، عندهم ضرب برده بينطوا عالي جدا. بالنسبه لفريق النهارده النادي الاهلي كان فيه قصور في زي ما قلنا في الاستقبال وفي الارسال، واكيد كابتن حمدي الصافي بخبرته هيشتغل على النقطتين دولت كويس. النهارده طبعا كل اللاعبات لعبت، لعبت رنا الجهري، بدا ب ساره امين، لعب نرمين المنشاوي، لعب سهيله بصيره، ندى وليد بدا بيها، فيعتبر لعب كل اللاعبات طبعا، دوت بيزود في خبرتهم وفي نفس الوقت بيريح اللعيبه، لان هو اكيد عارف ان مستوى الماتشات قليل شويه، فهو مزود الحمل في التمرين الصبح. تمام. تمام. بالنسبه اهميه طبعا المحلل التقني اللي هي كابتن شريهان سامح، طبعا دي من اهم الـ 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 من اهم الناس في الـ في الـ في الجهاز الفني. لانها السكاوتنج اللي هي بتعمله اتفضلي. اوكي. السكاوتنج اللي هي بتعمله ده بيفيد الفرقه جدا، بيعرف في نقطه الضعف بتاع الفرقه نفسها، احنا النهارده قصرنا في ايه، كان الاستقبال ايه مشكلته، فطبعا ده هيفيد الفرقه كتير جدا. تمام. كابتن ساره، النهارده شفتي الماتش ازاي؟ مباراه تعتبر متوسطه زي ما كابتن نجلاء وكابتن منى قالوا، انا شايفه ان هم ماشيين خطوه خطوه، الماتشين اللي فاتوا الماتش الجاي هيبقى اقوى تقريبا، يعتبر ماتش في المجموعه مع نيجيريا. كويس. فرقه مش يعني فرقه كويسه برضو، لازم ينزلوا احسن من كده. البدايه مهمه جدا بالذات مع فرقه نيجيريا، لانها فرقه تعتبر برضو فرقه قويه، ربنا يسهل باذن الله ويبقى زي النهارده. الاداء كان كويس من بعض اللاعبات، كان في شويه تاتشات بسيطه كده، بس ان شاء الله كابتن حمدي هيركز عليها اكتر، وان شاء الله يعملوا مباراه كويسه قدام نيجيريا باذن الله يوم الاربعاء. شايفه النهارده ان كان الضرب السريع لجمهور النادي الاهلي قاعد جوه صاله النادي الاهلي،
اهو لسه بيحتفل بالفوز ومنتظر ماتش الباسكت يخلص. كابتن نجلاء شايف النهارده اللعب السريع كان لعب مهم قدر النادي الاهلي يلعبه عن طريق مين بالظبط؟ والله النهارده لعب اكتر من امبارح الكور السريعه النهارده على اساس على قد ما كان الاستقبال بتاعنا ما كانش مظبوط 90%، بس لعبنا كور سريعه كتير جدا كويسه عن طريق مريم متولي وفريد العسقلاني، ولما نزلت نرمين المنشاوي نفس الموضوع شاطت سريع كذا كوره، فالحمد لله الكور السريعه ماشيه كويس جدا جدا. تمام. كابتن ساره النهارده الليبرو ندى النهارده لعبت ندى وليد وهي 18 سنه وبدات المباراه دفعه قويه جدا ليها اللعيبه الناشئه. طبعا بالنسبه لندى، ندى سنها صغير ودي حاجه كويسه جدا ان كابتن حمدي يديها ثقه زي دي ويبدا بيها المباراه. بتكتسب خبره، بتاخد ثقه في نفسها اكتر. لعبت مباراه كويسه وتقريبا لعبها جيم ونص ومريم جيم ونص. دي حاجه كويسه ليها هي ولمريم برضو، وربنا يوفقهم هما الاثنين ان شاء الله في الماتشات اللي جايه ويعملوا احسن من كده. كانت مهزوزه شويه في بدايه المباراه بس ظبطت بعد كده. الكره الاولى احنا قلنا ان احنا مهمه جدا بالنسبه كفريق قوي بالنسبه للنادي الاهلي، الكره الام مهمه جدا بالنسبه له، لان احنا قلنا اتفقنا ان احنا الكره الاولى دي اساس الكره الطايره بيقوم عليها كل المراكز الثانيه. كره اولى كويسه، معد كويس، ضرب ساحق، ربنا يكرم يا رب باذن الله، والماتش اللي جاي يبقى الكور الاولى دايما كلنا بتاعت الليبرو ودريب اربعات زي ندى وندى وليد ومريم مصطفى يبقى الكره الاولى بتاعتهم كويسه، ونهله سامح ودريب وسارة امين يبقوا ان شاء الله الكور الاولى بالنسبه لنا تبقى مهمه جدا الايام اللي جايه. كابتن منى شفنا النهارده الارسال، في بعض الارسالات فرقه سهله والارسال بنديله اكتر من حجمه، يعني مش بنعدي الكوره وبتيجي في شبكه من ايدينا، يعني حتى ايه يعني مش عارف عدم تركيز شويه منهم من اللاعبات ولا ايه بالظبط؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان الاستقبال والارسال اهم مهارتين في مكسب اي ماتش. كويس. تمام. احنا ساعات كتير بيبقى عندنا ماتش والمدرب نفسه بيقول لك انزلي العبي ارسال جامد جدا حتى لو انت هتضيعي، بس عشان انا ممكن اجيب بيه نقطه مباشره. بضعف في القوه الهجوميه في الفريق الاخر. بالظبط. بضعف في القوه الهجوميه في الفريق المنافس. بالظبط. وكمان في لعيبه احنا ما شاء الله اللعيبه يعني الفرقه بتاعتنا فيها لعيبه كتير مميزين في الارسال وكمان مميزين في التوجيه. يعني انا ممكن العب ارسال وخلاص في اي مكان، لكن هم لا بيبقوا عارفين هيوجهوا فين حسب الخطه اللي كابتن حمدي مديها. يعني شفت ميار خليفه في اخر ضربه ارسال اللي كان النادي الاهلي كان دي نقطه 24 وكنا هنجيب بيها نقطه مباشره. يعني ما اعتقد ان تعديه الكره اسهل مليون مره ما هي تروح تخبط في الشبكه بالشكل ده. بص، ميار لعيبه صغيره ممكن تكون لسه عندها رهبه الماتشات، فممكن تكون كانت خايفه شويه، لكن اكيد كابتن حمدي هيديهم الثقه في النقطه دي بالذات، ان احنا بعد كده هيبقى عندنا ماتشات قويه جدا، لازم العب ارسال قوي جدا عشان الهجوم بتاع فرق كينيا وفرق الجزائر وفرق تونس هيبقى قوي جدا علينا، فاعتقد ان هو هيهتم بالنقطه دي جدا. وجود سهيله النهارده في ارض الملعب برضو لعيبه صغيره وتشترك في بطوله افريقيا، وجودها النهارده في ارض الملعب في اخر شوط من الاشواط النهارده كابتن حمدي صافي بيديها ثقه ودفع، رايك في لعبها ايه النهارده؟ كويسه، ادت مع اللي عليها تمام. وطبعا مشاركتها اليوم وامس ده بيزيدها خبره علشان المباراه القادمه ان شاء الرحمن تبقى هي والشروق قد مسؤوليه الفريق ان شاء الرحمن بعون الله. كان النهارده مشكله فريق البوركيني، يعني شايف ان هو خطوطه مش مظبوطه، كان نقط الضعف بتاعته فين في دفاع الفريق البوركيني؟ لا، الفريق البوركيني اساسا كان الدفاع بتاعه كان ضعيف جدا جدا، ده دليل على القوه الهجوميه بتاعت نادي الاهلي كانت اقوى بكتير، ان الكره اول ما بتترفع سريع انتهت كره بنقطه لينا مباشره. فبيعتبر فريق زي ما قلنا في الاول او ما اتكلمنا ان ثالث ولا رابع مره يشارك في بطولات افريقيه، فهيبقى مستواه ضعيف جدا جدا. فانا بتكلم على القوه الهجوميه بتاعت نادي الاهلي، قوه كويسه جدا ممثله في اكتر من ضريبه عندنا، اذا كانت كاترين من اربعه ونهله سامح وساره امين لاعبات مركز اربعه. بنيجي في مركز ثلاثه انا عندي مريم متولي وفريده العسقلاني ونرمين المنشاوي وميار. عندي في مركز اثنين الضريبات ايه الشامي ورانا الجوهري النهارده اللي شاركت في الشوط الثالث في المباراه، ومروه اللي شاركت امبارح. تمام. ومروه برضو ساره شايفه ان النهارده النادي الاهلي قدر يستفيد من مركز اربعه، وهو قوه الضربه بتكون دايما في النادي الاهلي في مركز اربعه بالذات،
قدر يستفيد بيه ولا كان بيشتغل على الاوبوزيت بالظبط على المركز الاوبوزيت الناحيه الثانيه؟ لا انا شايفه ان شروق لما نزلت شغلت الملعب كويس في بدايه المباراه، رفعت سريع كتير ورفعت في اربعه كتير ورفعت لاي الشامي كتير. تقريبا يعتبر النهارده اللعب اتوزع على المراكز كلها، ما كانش في مركز محدد بياخد كل الكور. حتى سهيله برده لما نزلت لعبت شويه سريع وشويه في اربعه. يعتبر اللعب النهارده كان متوزع على بقيه على كل المراكز. على كل المراكز. طريقه لعب كابتن حمدي الصافي النهارده جوه ارض الملعب يا كابتن مجدي. بص حضرتك، هو عندنا في البولي السيستم واوت اوف سيستم، تمام؟ السيستم دوت بيبقى نسبته دايما 35%، بمعنى ايه؟ ان الكره الاولانيه بتبقى كويسه والرفعه بتبقى كويسه والضرب بيبقى كويس، بس طبعا الفرق الكبيره اللي زينا بنلعب على الاوت اوف سيستم، بمعنى ايه؟ ان احنا دايما في التمرين بنعمل الرالي كتير، بنعمل الكره اللي هي استقبالها وحش عشان يجي البصير يرفعها في مركز اربعه بيشعلق الكره في السقف، فبنلعب بالمستوى دوت، تمام؟ فانا شايفه ان طبعا السيستم 35% عمره ما هيكسب فرقه، طبعاً. لكن احنا بنكمله كالفرق اللي بتلعب على مستوى عالي، حتى الفرق اللي بره بتلعب دايما بالاوت اوف سيستم زي امريكا والبرازيل وكده. فانا شايفه ان ماتش النهارده ده جمهور النادي الاهلي في صاله النادي الاهلي دلوقتي منتظر نتيجه مباراه الاهلي والجزيره في كره السله في نهائي كاس مصر. الاهلي لغايه وقتنا هذا متقدم على نادي الجزيره 60-59، يعني نتمناها ان شاء الله باذن الله اهلاويه باذن الله. ده نهائي كاس مصر لكره السله، كل امنياتنا الطيبه لفريق السله باذن الله. بتحقيق بطوله النهارده مهمه يوم 18/3/2019 للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن منى. فان شاء الله هتلاقي في الماتشات اللي بعد كده، الماتشات الجامده، هنستخدم الاوت اوف سيستم، لان مش كل كره هتعدي لنا سهله. بالعكس، احنا هيبقى الكور متشوطه، الديفنس مش هيطلع مظبوط، او ممكن الاستقبال ما يطلعش مظبوط. فاكيد كابتن حمدي هيشتغل على النقطه دي كويس، وهو ده نظام التدريب اللي ماشي دلوقتي في العالم كله. هاي الكابتن نجلاء، شفت النهارده فرقه البوركينا دايما لما تيجي تشوط المركز الرابع بتلعب على الزاويه وما بتلعبش وما تشوطش على الخط، كان دايما بيقفله. هل اللعب على الخط كان مقفول تماما عندنا؟ احنا طبيعتنا بنقفل الخط، يعني احنا السيستم بتاعنا بيبقى قافلين الخط على طول، وبندي فرصه الليبرو بتاعنا بيبقى واقف في الزاويه مستني اي كره نازله، تمام؟ فده خطه اللعب بتاعتنا، قافلين الخط، الليبرو واقف في المكان بتاعه مظبوط، البلوك بتاعنا ضامن كويس فقافل الكره. النهارده اخذنا بلوكات كتير جدا عن طريق فريده العسقلاني وايه الشامي وفريده ومريم متولي وشروق، اخذنا كميه بلوكات كتيره جدا جدا. دي قفله الزاويه بالنسبه لهم بالظبط، بالنسبه لنا احنا قافلين خط، احنا بنقفل الخط والبلوك التاني. هقول لحضرتك حاجه كابتن خالد، احنا بيبقى في سيستم معين، احنا نازلين مثلا قافلين الخط كويس. تمام، بس الكره بتترفع بتوين على حسب الكره، ما احنا بترفع بتوين مثلا، فاللعيب الجانبي اللي على الطرف اذا كانت شروق ولا اي الشامي بتدخل خطوه الجانبيه الداخل عشان نقدر نمسك الكره تبقى في ايدينا احنا الاثنين، اذا كنت انا ولا فريده العسقلاني ولا شروق ومريم متولي. تمام، فبالنسبه لنا احنا النهارده كنا قافلين البلوكات 99%، احنا قافلين البلوكات النهارده يعني. تمام. شايفه ان النادي الاهلي مع فرق زي تونس وفرق زي الجزائر وفرق زي الانابيب الكيني في الديفنس بالذات، قفله الخط الاهم ولا قفله الزاويه الاهم؟ والله دايما بيبقى احنا بنقفل الخط على اساس ان الليبرو المفروض بيبقى احسن واحد بيدافع في الملعب، فانت بتسيب له مساحه ان هو يلم الملعب في خمسه، والبلوك دايما بيبقى طالع قافل الخط، والزاويه بتبقى متسابه مفتوحه عشان الليبرو بيبقى شايل الديفنس لوحده في الجزء ده، ودي من اهم الحاجات اللي المفروض في الديفنس بالذات السيستم بيقوم عليها في الديفنس. يعني كابتن ساره، لو لفه الملعب تلف عكس عقارب الساعه مظبوط، 1-6-5 ويبتدي يطلع 4-3-2، ترتيب اللاعبات في وسط الوضع ده بيكون شكله ازاي، او على اي اساس بترتب اللاعبات؟ بحس في وقت بقى تانيين بيغيروا الترتيبه دي. لا، هو على حسب، احنا مثلا معانا الارسال فبنبدا بنظام معين، بنبدا لو معانا الارسال بتبقى المعده هي اللي على الارسال، الاوبوزيت بتاعها بيبقى في مركز اربعه عشان يبقى في ثلاث لعيبه يعني نقوي الخط الامامي. الخط الامامي لو الارسال معانا بنخلي بنبدا بثلاث ضربات، ثلاث ضربات على الشبكه. ثلاث ضربات على الشبكه كويس، وبيبقى المعد في واحد، الاوبوزيت بتاعه بيبقى في اربعه، بعد كده لعيب اربعات بيبقى في ثلاثه.
لعيب اثنين لعيب ثلاثة بيبقى في اثنين وبعد كده بقى بيبقى الورا النظام عكس يعني واحد عكسها ستة. تمام كابتن منى، شايف النهارده كابتن حمدي في مباراة النهارده قدر يجرب الضرب من الخط الخلفي من بره 3 متر ولا كل شغلنا جوه 3 متر؟ هو طبعا الضرب الخلفي بيبقى اغلبيته الكره اللي مش مظبوطه، بس انا عن نفسي بحب دايما الخلفي للكره المظبوطه. تمام، لان ما حدش بيبقى متوقع حاجه زي كده، دايما الكره بتبقى مظبوطه البلوك اللي قدامي بيبقى اول حاجه بيبص لها السريع، لان دايما بتترفع للسريع. تمام، النهارده استغلناها بس للاسف ما استغلناهاش عشان كان الاستقبال كويس، كان الاستقبال بايظ. عايزه برضو اتكلم في نقطه حضرتك كنت سالت فيها نجله وساره بالنسبه للفرق اللي قدامنا. دلوقتي لما بيجي شريهان مثلا هتقول ان اللعيب بيعملوا سكاوتنج على الفرق، ومثلا انا عندي ضريب اربعات دايما ضربه في الزاويه. بصي لو رجعنا الكره دي لو سمحت يا جماعه رجعوا لنا الكره دي بالذات، يعني كره كانت نقطه جايه على النادي الاهلي يعني نشوفها. اتفضلي يا كابتن منى. فدايما احنا بنتفرج قبل المباراه بيبقى فيه طبعا اجتماع المدرب بيتكلم بيفرج الفرقه على بيفرج فرقته على الفرقه اللي هيلعب معاها، بيعرف اتجاهات الضرب الفرقه اللي قدامه على اساسه الوقفه الديفنس بتبقى بالشكل ده. بالشكل طيب ده. انا بس عايزك تحللي لي الكره دي بالشكل ده، رجعوا لي تاني يا جماعه لو سمحتم. يعني بصي اشاطت ايه تمام، بصي ايه اللي حصل. كان مفروض يبقى شروق تعمل كفر على الكره على طول، تطلع لقدام شويه. بصي ادي البدايه، هل كده الاستقبال مظبوط بالنسبه لك؟ طلعها كويس وشاطر، شاطت كويس. قفلت الزاويه او قفلوا الزاويه واللاين هو المفتوح. بس ردت ازاي؟ انا عايز اعرف هي المفروض مين يلم هنا في الفريق العسكري، تلم هي وشروق لقدام شويه؟ لا الكره دي بتاعت شروق. هل النقطة دي موجودة جوه النهارده في أرض الملعب ولا دي كانت نقطة عابرة يا كابتن نجلاء؟ لا النقط دي بتبقى قليلة جدا لما بتحصل في أي مباراة، عشان بتبقى يعني الديفنس اللي طالع من الفريق المنافس طالعة يعني على طول دايركت كده، عاملة زي البينج بونج، كرة طالعة راحة هناك على الناحية التانية على طول بتاعت الفريق. فبتحصل يعني واحد كل يعني كورة كل 50 كورة مثلا، ما بتحصلش دايركت كتير يعني. بصي دي أعتقد كانت ضربة سريعة ممكن نشوفها تاني، بس وقتك بقى رجعوا لي اللقطة دي تاني. بص البدايه كان ارسال من فريق البوركيني على النادي الاهلي ورفعوها، اعتقد كان ارسال من فريق البوركينا اترفعت، يعني هي كانت لقطه يا جماعه يا ريت ترجعوها لي تاني لو سمحتوا. كان في ضرب سريع اعتقد في الكره اللي فاتت من مريم متولي، اعتقد كانت كامله مكمله يعني. تمام، النهارده اشتغلت فعلا، النهارده كان في الكره المظبوطه الاستقبال استغلتها شروق كويس جدا، ان هي شغلت السريع النهارده عن طريق مريم متولي او فريده العسقلاني. تمام، فطبعا احنا لحد دلوقتي لسه ما شفناش الكوره اللي حضرتك عايزها. الاستقبال اهو دي. تمام الاستقبال طلع نموذجي على ايد البصيف ثلاثه، الكوره سريعه خالصه خلصانه 90%. بقول لحضرتك الكوره لو طلعت مظبوطه الاستقبال الكوره الاولانيه فريده العسقلانيه مستقبله كويس جدا في نص الملعب تقريبا. لا دي كاترين سوري معلش، اساس الاستقبال شكلهم زي بعض يا جماعه مش عاوزين بس طبيعي. بس هي كاترين وساره امين ونهله سامح هم المسؤولين عن نموذج استقبال طلع على ايد البصير. تمام، فالبصيره شروق استغلتها تماما ورفعتها سريع فخلصتها مريم متولي بكل قوه. عايز ده اللي انا اتكلمت عليه في اول المباراه. عايز اسالك، هي وشروق هي بتطلع بترفع الثلاثه جاهزين للرفع؟ كل جاهز الكل جاهز كل جاهز للضربه ضريبه اربعه جاهزه، الاوبزيت كروس الباسير جاهزه، السنتر بلوك بتاعنا عندنا ضريبه ثلاثه كله جاهز، كله بيكون جاهز. تمام، السنتر بلوك بتاع فريق بوركينا فاسو النهارده كان بيلم مع على الدفاع مظبوط، يلم على اربعه على مركز اربعه ومركز اثنين، ولا شايفه السنتر بلوك ما كانش مؤدي دوره في فريق بوركينا فاسو؟ لا الصراحه انا مش شايفاه كان مؤدي دوره خالص، تقريبا الملعب كان مفتوح تماما، مش لاحق يروح هنا وهنا، ودي كانت ميزه من مميزات النادي الاهلي ان هو النهارده عرف يوقف السنتر بلوك بتاع الفريق البوركيني. شروق برضو عشان لعبت سريع كتير فيعتبر الملعب اتفتح عندهم، ما عرفوش يلموا الديفنس يعني بالشكل المناسب اللي هو المفروض الكره تطلع فيه يعني. منى شفنا كاترين امبارح والنهارده تضرب المركز 6، يعني هل ده سيستم جديد لكابتن حمدي؟ هل ده عشان يقدر
كل الناس عارفة ان عندنا الاوبزيت عندنا فيه لعيبة قوية جدا، الناحية التانية عندنا شريهان وعندنا نجوم كبار بيضربوا من على الشبكة. هل ده سيستم نقدر نقول ان هو ده هيطبق السيستم ده في البطولة دي؟ لا طبعا، هو الضرب الخلفي من مركز 6 او من مركز 1 مهم جدا لاي فريق، وخصوصا فريق بيلعب على مستوى عالي زي النادي الاهلي. تمام، امبارح اترفع لها كذا كوره، كانت الكوره مظبوطه جدا على الشبكه. يعني ما اترفعش امبارح كوره مثلا كانت بايظه، بعكس النهارده طبعا. فممكن الفريق اللي قدامي ما بيبقاش متوقع ان الكره هتترفع في 6، فدي بتبقى نقطه كويسه للفريق. وامبارح هي كل الكور نسبتها 100%، كل الكور اللي شاطتها امبارح من مركز 6 جت بنقطه. يعني انت شايفه ان هي في قوه في مركز 6 عندنا، المركز اللي هو في نص الملعب من اللعيبه المميزه في الضرب الخلفي، واكيد هتفيدنا جدا في الماتشات القويه. تمام، هل انت شايفه من وجهه نظرك ان كاترين ممكن تطلع في 4 ونجيب شريهان في 6 وتضرب ب6 في الماتشات القويه؟ لا لا معلش انا اخوات، مش اعذروني بس مع شريهان ونهله اخوات. أيوه، ونجيب نهله تلعب في 6، يعني هل ده ممكن؟ النهله في كلتا الاحوال ما بتيجي بتعمل ديفنس، بتعمل ديفنس من 6 وبتضرب، وبتبقى جاهزه لاي كوره زي ما احنا قلنا ان هي بتطلع بتبقى على خط التلت او ايا كان، فالبصيره بترجع للرفع الخلفي فبترفعها ل6 للنهله سامح بتشوطها. بس انا دايما انا مش مع راي منى في حته ان الهجوم لو الكره مظبوطه اشغل خلفي. طبعا عشان اشغل الكره خلفي خد مسافه 3 متر مع 6 متر الناحيه الثانيه 9 متر. عشان توصل الكره بقوتها 9 متر هتبقى اضعف من القوه اما تشوط من على الشبكه بالظبط. رايك بنلجا امتى للضرب الخلفي؟ انا بقى برجع للضرب الخلفي في حاله ان الكره مش مظبوطه، او الكره ما خلصتش على الشبكه، او يعني البلوك ممكن يبقى قافل على الشبكه مش هنعرف نعلي، مش هنعرف نعدي، فممكن نلجا في الاخر ان احنا نرفعها خلفي. شايفه من وجهه نظرك سنتر بلوك النادي الاهلي النهارده، كنا بنتكلم على بروكيل دلوقتي سنتر بلوك النادي الاهلي، رايك فيه ايه في انت عايز تاخدي السؤال؟ هديك السؤال. لا ولا عشان سنتر بلوك، عشان سنتر بلوك. ماشي مفيش مشكله، يعني كلكم نجمات طايره. ايوه طبعا، نمونه واحد. الحمد لله النهارده كانوا مميزين في الضرب السريع والبلوكات، وان شاء الله هيستمروا على كده، انا واثقه فيهم جدا. هم ما شاء الله عليهم الاربعه كويسين. والضرب السريع 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 اهم حاجه في البطوله. اكيد يعني هو أكيد. يعني البلوكات عاليه جدا، واكيد هيروحوا مستريحين للكره العاليه، فالضرب السريع هو اول مفتاح المكسب، مفتاح المكسب بتاعنا، مفتاح المكسب باذن الله. ده ضرب سريع والسنتر بلوك شغال كويس. ايه تاني النادي الاهلي لازم يستغله في المرحله اللي جايه؟ والله احنا عايزين نستغل المهاره الاساسيه، مهاره الهجوم عندنا، مهاره الارسال. تمام، احنا طبعا كابتن حمدي المفروض عمل سكاوتنج على الفرق المنافسه لينا، وعارفين كل واحده هناك ايه نقط ضعفها. يعني احنا بنستغل زي ما كابتن حمدي مثلا بيقول لنهله لعبي الارسال في مركز 5، لعبي الارسال في مركز 6، فلازم اللاعبات نكون على قد المسؤوليه في توجيه الارسالات في نقاط الضعف الفريق المنافس. ده انا بتكلم في الحته دي، دي اهم مرحله عندنا او اهم مهاره هتجيب لنا نقط باقل مجهود، مهاره الارسال. خلينا نريح الاستوديو شويه ونطلع على فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. بعد الفاصل رجعنا لكم مره ثانيه، لكن بنطمن كل مشاهدي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي متابعين مباراه نهائي كاس مصر بين الاهلي والجزيره النهارده في صاله 6 اكتوبر 68 المباراه انتهت، وخمس دقائق وقت يعني وقت اضافي. ان شاء الله باذن الله نبارك لفرقه كره السله على البطوله الثانيه السنه دي، نتمناها ان شاء الله اهلاويه، ربنا معاهم باذن الله على ارض صاله 6 اكتوبر باذن الله. فريق الباسكت بيلعب نهائي كاس مصر، نتمناه باذن الله بطوله اخرى للنادي الاهلي. نرجع وجمهور لسه مستني جوه صاله الاهلي عشان يا رب يحتفل مع فريق السله باذن الله، زي ما احنا شايفين قاعدين منتظرين النتيجه. هو ده جمهور النادي الاهلي العظيم، هو ده الجمهور اللي احنا محتاجينه يقف ورا فرقنا كلها، محتاجين يقف باسلوب مهم جدا. القله القليله لازم تمنع شويه نفسها عن الاحداث، لكن خليها في الجمهور العظيم، جمهور النادي الاهلي اللي دايما هو اللي بيحقق بطولات وبيحقق انجازات مع النادي الاهلي. طول عمر تاريخ النادي الاهلي محسوب مع الجمهور، جماهير النادي الاهلي العظيمه، نتمنى وقوف ورا كل فرقنا عشان نحقق انجازات وبطولات ونحصد كل الالقاب في كل الالعاب عشان خاطر النادي الاهلي الكيان الكبير اللي كلنا منتمين اليه. كابتن نجلاء، مباراتين في الطايره
ورا بعض فيها احمال تدريبيه. تمام. شايفه النهارده في شويه نزول في الحمل على لعيبه الاهلي النادي الاهلي، المستوى اللياقه البدنيه بالنسبه لهم قل شويه النهارده ولا عادي عشان الروتيشن اللي بيحصل؟ لا لا طبعا ما فيش اي حمل تدريبي، بالعكس ده كابتن حمدي المفروض مؤهل الفريق تدريجيا من اول ما بدا المعسكر، من اول البطوله العربيه واحنا شغالين على الحمل التدريبي. بعد انتهاء البطوله العربيه قام معسكر في صربيا ولعب اكثر من 4 مباريات اقويه هناك مع فرق اقويه جدا. وعندنا كابتن رانيا عبد العزيز المسؤول عن التدريب والاحمال، كابتن رانيا، فمجهزه الفريق قوي جدا ان هو جاهز. ممكن يلعب، ممكن النادي الاهلي يلعب النهارده 5 جيم وبكره يلعب 5 جيم وبعده يلعب 5 جيم. الفرقه كلها جاهزه بره وجوه. تمام. فاحنا باثناء التدريب اثناء المباريات او اثناء البطوله ما يبقاش في عندنا حمل، خلاص احنا ما عندناش حمل، احنا بنجهز خلاص، احنا مستوى اللياقه البدنيه، مستوى اللياقه البدنيه عندنا بيبدا يطلع تدريجيا على نهايه البطوله، بيبقى المستوى في اعلى قمه اللعب. يعني من وجهه نظرك النهارده احنا بنبدا تدريجيا. تدريجيا تدريجيا. طالعين طبعا ما فيش اي كومنت على اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه. تمام. احنا بنتكلم ناحيه فنيه بحته، احنا بنتكلم النهارده اذا كان الاستقبال نسبته عندنا 70%، فكابتن حمدي قال ان احنا لسه بنبتدي تدريجيا، ان احنا بنظبط الحاجات دي. بيبقى في اثناء البطولات في تدريب يوميا صباحيا، تدريب تمام. صباحي يوميا. من ايام ما كنا بنلعب تدريب صباحي ده لازم طبعا. التدريب الصباحي ده التدريب الصباحي خلي بالك، لا ده مهم جدا. لا خالص. والله لا مهم جدا في البطولات. ان احنا بنظبط فعلا، المدرب عندنا بيظبط اذا كان عندنا الاستقبال في شويه بيتظبط، الارسالات بتتظبط، الوقفه بتاعه الملعب بتتظبط، بنبقى احنا خلاص ظبطنا كل حاجه، مروحين رايحين الاوتيل بتاعنا جاهزين، وجاهزين ان احنا ننزل المباراه اللي جايه على اعلى مستوى ان شاء الله. منى مفيش حاجه بتظبط جوه البطوله قوي، يعني انا برضو انتوا اكيد انتوا لعبات الطايره ونجمات الطايره عارفين عن ايه نظبط الاستقبال. هل بدايات البطولات يكون فيها ممكن يكون يحصل فيها شويه من اللعيبه تقل مستواها وتبتدي يطلع مع البطوله، ولا رايك ايه؟ جايز ضغط البطوله وضغط المباريات فبيحصل شويه. هو عامه الموسم بيبقى من 6 لـ9 شهور. كويس. تمام. بنبتديها بالدوري والكاس والبطوله العربيه والبطوله الافريقيه. فانت حضرتك لو هتبص هتلاقي اصلا الفرقه ما بتريحش غير فتره قليله جدا. كويس. تمام. بالعكس ايام الماتشات التدريب الصباحي ده مهم جدا للفرقه. وفعلا بنظبط بيه كل حاجه. يعني احنا مثلا احنا النهارده عندنا ماتش بالليل، هنلعب على نقطة الضعف الفريق اللي قدامنا، فالمفروض ان دوت بنظبطه في تمرينة الصبح. فطبعا تمرينة الصبح تبقى مهمة جدا، فزي ما قلنا في الأول ان في الماتشات السهلة بيبقى حمل التدريب عالي شوية الصبح. يعني انا اتوقع بكرة مثلا كابتن حمدي هيبقى التمرين خفيف، هيركز في حتة الإرسال وحتة الاستقبال، عشان ماتش نيجيريا يعتبر من أقوى الماتشات في المجموعة. ماتش نيجيريا وماتش الجمارك النيجيري هما بكره عندهم مباراه مع كانون الكونغولي اعتقد. بالظبط كده، بكره نيجيريا تلعب كانون. هيعدوا المباراه ولا شايف المباراه ممكن يحصل فيها اي حاجه؟ لا انا اعتقد ان نيجيريا هتكسب 3-0 على طول. تكسب 3-0. عندهم خبرات كبيره جدا. كابتن ساره لو من وجهه نظرك كمدربه في النادي الاهلي، كابتن حمدي الصافي بكره هيعمل ايه في يوم الراحه بالنسبه لسيدات النادي الاهلي؟ انا اعتقد هيفرج الفرقه على الفريق اللي هو النيجيري اللي هيلعبه يوم الاربعاء. هيلعب على نقط ضعفهم، اذا كان ارسال تكتيكي او ضرب من الاطراف او ضرب من السريع. وهيظبط الاستقبال شويه، عشان النهارده ممكن يبقى الاستقبال يعني شويه وشويه، فممكن يظبط الاستقبال شويه يبقى في ارسال تكتيكي. اكيد احنا قصدنا بالاستقبال الاستقبال النهارده شويه شويه، طبعا اكيد احنا بنسبورت لعيب في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، لكن احنا عايزين يوصلوا لمرحله التوب فورم في كل ماتشاتهم عشان نبقى دايما مطمنين على النجمه العشرة، وهي الاهم بالنسبه لنا وبالنسبه لجماهير النادي الاهلي، التتويج بالنجمه العشرة. بكره هنظبط استقبال وارسال كمان ان شاء الله. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، دايما مهاره الاستقبال دي اول حاجه فيها اساسياتها الثقه. تمام. لازم يكون اللاعب واثق من نفسه 100% ان انا حاساه بالكره دي صح. لو انا اللاعب نفسه اتهز في لحظه او خاف في لحظه ان الماتش طلع علينا الفريق المنافس ضغط علينا بالارسال، اللاعبه لو ضيعت اكتر من كوره بتبقى ثقتها بتبدا تنزل، بتبدا يزيد اخطاء. ازاي بقى ازاي تعيد ده؟ تمام. فدي اهم حاجه ان انا بنشد بيها نهله او كاترين او ساره او مريم بالثقه الجامده في الملعب بكره ان شاء الله. ساره كنت مستقبله جيده جدا ليبرو مصر وليبرو النادي الاهلي،
تغيير الاثنين اللي جنبك يفرقوا معاكي؟ تغييرهم؟ اه تغييرهم. لا هو المفروض ان اي حد بيقف جنبي انا بحاول اساعده على قد ما اقدر. حد النهارده مهزوز شويه بحاول اغطي عليه شويه، حد استقبل كويس بيبقى سبورت ليه. الليبرو مهم جدا يبقى عنده ثقه بنفسه زي ما نجلة قالت. وازاي لو انا استقبلت كره وحشه ازاي اقدر الم نفسي تاني ان انا استقبل كره تانيه كويس. بكلمني بصراحه واحنا بره الهوا قلت لي احنا الليبرو كان خمسه اتنقل من خمسة لستة بقى الضرب كله صح مظبوط كده، كان ليفرو مركز ستة واتغير في الكرة الطايرة حيز. ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ اعتقد عشان ال 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 الدريب اللي هو بتاع دريب اربعات لما بيجي يضرب الملعب بيبقى مفتوح بالنسبة له، لما يجي يضرب من ستة من خمسة الزاوية هتبقى مقفولة شوية، يعني لما يضرب من خمسة اللعيب هيبقى الزاوية مقفولة بالنسبة له شوية. انما لما جه الليبرو عمل ديفنسيف خمسة ودريب اربعة ضرب من ستة بقى الستة الزاوية بالنسبة له بقت مفتوحة، الملعب كله قدامه بقى بالنسبة له مفتوح. والليبرو اعتقد ان الليبرو في مركز خمسة ده بيبقى متمكن جدا في ان هو يقدر يلم الملعب كله اسكان بليس او ضرب. مريم وندى مستقبلة وديفنس، هل تعتقد الكابتن حمدي لعب بيهم مع بعض على طول ولا بيبقى مركز على ليبرو واحد يفضل ياخد الاستقبال والديفنس؟ لا اعتقد ان كابتن حمدي اللي ماشي فيه اكتر وعنده ثقه بنفسه اكتر هو اللي هيلعب. واعتقد ان مريم البطولات اللي فاتت هي كانت بتلعب كل الماتشات، خبرتها كبيره، خبرتها طبعا اكبر من ندى. ندى برده لسه لعيبه صغيره مستقبلها كويس، هيبقى ليها مستقبل كويس جدا، عايز تاخد ثقه بنفسها اكتر شويه. بس يعني ان شاء الله يكملوا بعض، يعني لو واحده مش كويسه الثانيه تشيلها كده يعني. بس هم ممكن يلعبوا في الشوط الواحد مع بعض. ما انا بقول لك عشان ممكن دي استقبال دي ديفنس، يعني على حسب بقى بيبقى وجهه نظر فنيه للمدير الفني. هل ده يقدر انت شايفه من وجهه نظرك يقدر كابتن حمدي يقدر يلعب بالاثنين في الملعب؟ ينفع. 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 ودي على الفرق الكبيره ولا الفرق اللي هي قليله شويه؟ لا يعني ممكن النهارده مثلا مريم مظبطه استقبال مش مظبطه ديفنس، فكابتن حمدي يلعب بمريم استقبال ويروح يلعب بندى ديفنس، والعكس ندى النهارده مظبطه استقبال ومريم مظبطه ديفنس. يعني هي على حسب المود ماشي ازاي، يعني على حسب المود الماتش ماشي ازاي. ممكن يبقى الليبرو اللي هو مريم ماشيه كويس جدا وبتستقبل كويس وبتعمل ديفنس كويس، فكابتن حمدي يمشي بسيستم معين. يعني هي بتبقى وجهه نظر المدير الفني في الاخر. دفع مهاد خليفه النهارده في ارض الملعب، لعيبه لسه ناشئه، نرميني منشاوي يريح مريم متولي شويه. تمام. شايفاه ازاي يا كابتن مرتضى؟ ده طبيعي طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو بيديهم الخبره وبيديهم جو الماتشات وبيخليهم واثقين من نفسهم ان هم ما يخافوش، لان طبيعي ان في ماتشات ممكن توصل لخمسه جيم، فهو بيحاول ان هو يدخل كله في جو الماتشات على اساس ان هو يلعبوا. وهم ما شاء الله كانوا على قد المسؤوليه وادوا اداء كويس جدا. طب خلينا نروح لتقرير قبل المباراه النهارده مع الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان والكابتن نور عطيه في ملعب المباراه، وترجعوا لنا مره ثانيه. بس اسلم على صديقي كابتن خالد العوضي، ده اولا يعني النجم ده النجم ده النجم كابتن خالد العوضي، فتحياتنا للكابتن خالد ولقناه النادي الاهلي دايما منورين النادي يعني. لكن انا مش عايز اختزل بصراحه الموقف في لجنه الشباب، لان شغل حلو قوي، لان كل دول اولا هم اولاد النادي، هم شباب النادي سواء هم داخل اللجنه او خارج اللجنه، لان كل دول اولاد النادي الاهلي بيشتغلوا بمنتهى الحب. مش قادر اقول لك احنا حرمناهم من، مش احنا حرمناهم يعني، لكن للاسف ظروف البروفات و ما قدروش يروحوا ماتش اللي فات شبيبه الثوره في اسكندريه، كانوا متواجدين هنا في النادي لغايه 6 الصبح على فكره، بروفات على اعلى مستوى، والحمد لله خرج الافتتاح بشكل لائق جدا الحمد لله يعني الحمد لله. واو حاجه كان حاجه كلاسي، كان حاجه ايليت بسيطه سيمبل، عكست كثير قوي من المعاني على فكره على ارض صاله الامير عبد الله الفيصل. اتمنى ان احنا ان شاء الله نكون ده بعد حسن الظن بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي. بتراهن دايما على اللجان عندك، وما شاء الله اللجان انا بهرني يعني، ما فيش لجنه من اللجان بتاثر، بنحتاجها، بيقدموا كل ما عليها وبيعملوا حاجات فوق الوصف كمان يعني. اللجان بتعمل لهم ايه؟ مش فاهم، قول لي. لا والله الحمد لله، هو بس فضل من الله يعني، احنا في الاول وفي الاخر احنا اعضاء في النادي الاهلي يعني. فمجرد انك انت بتوصل لهم رساله ان، وهم اكيد موجوده جواهم، ان خدمه اعضاء النادي الاهلي دي رساله مقدسه. الدكتور محمد سراج طلب مني قبل البطوله بحوالي اربع ايام او خمس ايام ان احنا نقعد مع بعض، فقعدنا واتكلمنا في الحضور في الصاله بين اعضاء النادي، فعملنا اجتماع كده مصغر مع لجنه المراه والطفل والشباب، وزعنا حوالي 1500 كتيب في الافرع المختلفه الخاصه بالبطوله. بدأنا نتواصل مع الأعضاء،
تواصلنا مع جمعيه بهيه كمال ان هي كان عندنا ايفنت قريب قوي معاهم فانضموا كراعي خيري، وفي نفس الوقت على فكره في 50 من محاربات بهيه بيجوا يحضروا معانا الماتشات. النادي الاهلي مشكور ومجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب بنوفر لهم باص عشان ينقلهم من مركز بهيه دور مجتمعي لابد ان احنا نشارك. فبص هي منظومه كامله بتتحرك ما بين الجانب الاجتماعي والجانب الرياضي وكلنا بنكمل بعض، وفي الاخر ده النادي الاهلي العظيم يعني. ويبقى الاهلي فوق الجميع. ويبقى الاهلي فوق الجميع ان شاء الله، وتكلل الجهود بالفوزنا ان شاء الله بالبطوله يا رب باذن الله. شكرا. وتمنياتنا لبطوله الرجال ايضا. اشكرك. مستمرين كابتن خالد لسه في لقاءاتنا الخاصه والحصريه مع النجم من نجوم يعني الفولي، نجم من نجوم الطائر الاهلاوي كابتن نور عطيه، نجم سوبر ستار كابتن خالد. تحياتي كابتن خالد ليك، و ايه البطوله الجامده دي يا كابتن؟ ده اقل حاجه يعني، احنا النادي الاهلي الثقه اقل حاجه. طبعا والله هو ده الاهلي. والاول انا بمس على كابتن خالد العوضي اخويا الصغير وحبيبي، و بهنيه ان هو استقال من اتحاد كره اليد، لانه كل الحاجات اللي هي بتتعمل دي محسوبه عليه يعني، فهو بيكافح لوحده يعني في وسط المجموعه حاجات ما يعني مش عارف اقول ايه، بس عمل حاجات ما حصلتش والله في اتحادات بجد يعني، كان بيحارب لوحده. الحمد لله ربنا يكرمه. خالد ابن حلال واخويا وحبيبي ونجم وبينور اي مكان يعني، وهم اللي خسروه يعني. طبعا خالد شرف اي مكان. قول لي بقى كابتن نور، اللجنه الفنيه بقى بتعمل ايه؟ احنا الاول من اول ما بتبدا البطوله او بيجي الفرق، احنا شغلنا الشاغل مواعيد التدريب للفرق كلها، فمن اول ما بيجوا قبل البطوله ما تبدا، وبعدين لما البطوله بتبدا بينزل جداول المباريات. في اولويات في التدريب للفرق اللي عندها ماتشات، انت عارف الفولي غير الالعاب الثانيه بيبقى دايما كله عنده تدريب الصبح، كله بيبقى عنده تدريب الصبح. حسب ميعاد ماتشه يعني، احنا مثلا لو ماتشات هتبدا الساعه 2 الظهر، احنا بنبدا تدريب من الساعه 8، بندخل الفرقتين كل فرقه ليها ساعه الصبح. بيخش الاول الفرقه اللي هي بتاعت الساعه 2، فرقه في الصاله دي وفرقه في الصاله دي ساعه، وبعدين ماتش الساعه 4 يخش الساعه 9 تدريب هنا وهنا وكده يعني. الفرقه اللي ما عندهاش ماتش بنديها ملعب 3 تتمرن فيه. فهو ده سيستم. بعد ما بنعمل الجداول وبنراجعها بتطبع، بيتعمل منها نسخ، بتتسلم لكل فرقه وبتتسلم لكل مسؤول في لجان البطوله، وبتتعلق في الاوتيلات اللي الناس ساكنه فيها، وبتتعلق هنا في الملاعب، وبتبقى مع عمال الصاله ومع المسؤولين عشان يطلعوا لهم كور، ولغايه لما بتخلص المرحله الاولى اللي هي يوم الخميس بنبدا نشوف تاني من اول وجديد الفرق، مين اللي داخل ومين اللي هيلعب في الثمانيه اللي فوق ومين اللي هيلعب تحت، وبنبدا برضو نديهم اولويات في الملاعب. بس نكسب النهارده وطن بوركينا فاسو؟ لا، الماتشات الاولانيه دي اصل النادي الاهلي بطل، فهو عشان بطل المجموعة بتاعته بتبقى سهلة، بيبدأ بعد كده الصعب. الفرقة دي كلها معروف مين الفرقة اللي بتنافس ومين اللي مش بتنافس، معروف إلى حد كبير مين الثمان فرق اللي داخلين يعني. هتلاقي ثلاث فرق بتوع كينيا، هتلاقي فرقة قرطاج، هتلاقي فرقة الأهلي، كده بنتكلم في خمس فرق، في ثلاث فرق تانية هيخش، هتلاقي الجزائر هتخش، هتلاقي كده يعني. فالعملية معروفة في الفولي يعني. ربنا كريم بإذن الله كن نجم العشرة من نصيبنا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله يعني، احنا المفروض فرقة النادي الأهلي بتضم عناصر كويسة وأحسن فرقة في أفريقيا، فإن شاء الله العشرة وال11 وال12 يعني. شكرا. بشكر زميل العزيز الأستاذ محمد يوسف، وبشكر كابتن نور عطيه كابتني وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر على الكلام الجميل اللي قالوه، يعني فعلا هم حبايبي وكابتني وحاجه جميله جدا، وبتشرف جدا 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 بيهم، ويعني ما شاء الله عليهم. كابتن منى كنت نفسي تقولي حاجه كابتن نور عطيه؟ اقول له يعني والله وحشتني جدا يا كابتن نور، وان شاء الله اشوفك بكره على خير.
عايزه اقول برضو نقطه مهمه جدا فضل. بالنسبه لافتتاح امبارح بجد كان افتتاح هائل ورائع يليق بالنادي الاهلي وبتاريخه الكبير واستضافه البطولات على مستوى العاب الصالات. طبعا بشكر كابتن نور جدا جدا. كابتن نور ده عالم من اعلام الكره الطائره في مصر صراحه, تاريخ كبير كابتن نور عطيه. طبعا اذا كان للولاد او البنات كابتن طبعاً. نور عالم من علامات الكره الطائره. طبعا مش هتكلم على الافتتاح بتاع النادي الاهلي امبارح, كان فوق الوصف, ووجود رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضائه كان حاجه تشرف, والدكتور عمرو علوان رئيس الاتحاد الافريقي بوجوده كانت حاجه هائله جدا وممتازه فوق الوصف يعني. طبعا كابتن نور عطيه ده رئيس الجهاز بتاعك. ده صراحة كابتن نور, احنا بنشكره جدا الحقيقه, عامل مجهود كويس جدا من قبل من بدايه السيزون اصلا, وفي بدايه برده البطوله الافريقيه تعبان معانا الصراحه, وانا بشكره على مجهوده اللي هو عامله معانا. وبالنسبه لافتتاح امبارح كان افتتاح كويس جدا يليق فعلا بالنادي الاهلي, وان شاء الله النادي الاهلي يرفع راس جماهيره دايما والبطوله تبقى افريقيه باذن الله. يعني لازم نقول الخبر, مش حاجه اكيد انا مش هكون مبسوط بالخبر, لكن النادي الاهلي بيخسر من نادي الجزيره بنتيجه 80-79 في نهائي كره السله. اكيد رجال كره السله ما قصروش, اكيد المدير الفني وكل الجهاز ما قصروش, لكن ان شاء الله نتمناها ان شاء الله في المرحله اللي جايه. داخلين على بطولات مهمه جدا, بكره عندنا مباراه مهمه جدا في نهائي كاس مصر للكره الطايره, الاهلي والجيش على صاله استاد القاهره, مباراه مهمه لاولادنا قبل ما يطلعوا لمعسكر بولندا عشان يرجعوا يلعبوا بطوله افريقيه. النهائيات خلاص بقينا بنعرف كل النهائيات, فريق كره السله بيستعد للمرحله اللي جايه للبطوله الافريقيه, مباراتين نادي سموحه, مباريات مهمه جدا جدا للوصول للدور قبل النهائي. نتمنى خروج فريق الباسكت سريعا من الخساره النهارده عشان عندهم مباريات مهمه, هنبص لقدام دايما عشان نحقق بطولات للنادي الاهلي بكل الناس, بكل الجماهير, بلجان النادي, بكل الناس المتعاونه بمجلس الاداره, كل الناس بتتكاتف من اجل بطولات النادي الاهلي, وهي ده الاهم بالنسبه لنا كلنا. خلينا نروح لنتائج مباريات النهارده قالت ايه بالظبط. نتائج مباريات النهارده, المجمع البترولي والجزائري بيفوز 3-0 على اسك الاوفواري. كابتن ساره رايك ايه؟ كانت مباراه اكيد من يعني وان سايد جيم, الجزائر حسمها بنتيجه 3-0, وان شاء الله بقيه المباريات نفس الكلام. ريفينيو رواندي 3-0 مع فاب الكاميروني, السجون الكيني بيفوز 3-1 على نكومبو الاوغندي, وقرطاج التونسي 3-0 مع دي جي اس بي الكونغولي, ويو اس اف اي البوركيني بيخسر من النادي الاهلي بنتيجه 3-0. خلينا نروح لمباريات بكره ان شاء الله باذن الله. معانا مباراه بكره, النادي الاهلي بكره راحه, هيلعب يوم الاربعاء مع الجمارك النيجيري, لكن خلينا نروح لمباراه بكره باذن الله. الجمارك النيجيري هي دي المباراه المهمه بالنسبه لنا مع كانون الكونغولي, ساعة 3 دي المجموعه الاولى. كابتن نجلاء, هل ممكن يحصل مفاجاه بكره من كانون الكونغولي ولا لا؟ 3-0 النيجيريا, 3-0 يبقى كده برضو لقاءات بكره هتحدد تقريبا الشكل العام للبطوله, الاول والثاني في كل مجموعه اللي هيصعدوا للدور الثمانيه. الانابيب الكيني بيلعب الصيد المصري, نتمنى الصيد المصري ان شاء الله يعمل مباراه قويه مع الانابيب الكيني, لكن مباراه صعبه جدا عليه. الساعه 4 السجون الجيني والمجمع البترولي الجزائري. كابتن منى رايك ايه في مباراه المجمع البترول الجزائري والسجون الكيني؟ اعتقد مباراه بين اتنين ابطال ماتش هيبقى كويس قوي, هيبقى فيه رالي كتير, اللعب هيبقى رايح جاي. مش هقدر اقول هتتحسم لمين, بس هيبقى ماتش هايل, واعتقد ان هو مش هيتحسم 3-0 يعني, هيبقى 3-1 يا اما 3-0. مباراه في الملعب ان شاء الله. طب وعندنا سبورتنج المصري يا رب او مع البنك التجاري الكيني, والبنك التجاري الكيني فرقه من الفرق اللي كسبانه البطولات الافريقيه. كابتن ساره رايك ايه في مباراة بكرة نادي سبورتنج المصري؟ سبورتنج أنا بقول إن هي فرقة يعني فرقة برضو كويسة, الماتش مش يعني مش هقول هيطلع يعني هو يطلع 5 جيم بإذن الله, بس المين أعتقد إن يعني هيبان بكرة في أداء سبورتنج إيه. مش هقدر أقول كينيا تكسب, مش هقدر أقول سبورتنج تكسب, لأن في الآخر بيبقى مش باين. سبورتنج لو لعب على نقط ضعف في مباراة البنك التجاري اعتقد ممكن يحسم الماتش لصالح. هي مباراة سبورتنج بكرة مباراة حاسمة بالنسبة لهم, لو عدى المباراة هيخشوا الدور تاني. يقدر يعديها يعني باذن الله بنسبة كبيرة باذن الله ان شاء الله, لو لعب على نقط ضعف البنك التجاري ودرسوا الفرق اللي قدامهم كويس. واخر مباراة الساعة 8 مساء في المجموعة الرابعة, المجموعة اللي فيها 5 فرق,
اسك الاوفواري مع الشمس نادي الشمس المصري. كابتن منى رايك ايه في مباراه بكره؟ طبعا هو هيبقى ماتش تحصيل خاسر لفرقه الشمس طبعا، وكلنا زعلانين عشان فرقه الشمس وعشان توتو طبعا، بس هو طبعا هيبقى ان شاء الله الشمس هي تكسب المباراه، بس يعني ما افتكرش ان هي هتاثر على النتيجه يعني. هيبقى لها مباراه مهمه جدا مع السجون الكيني الشمس، ونستمر برده مع فرقنا المصريه بنتمناهم ان هم يقدروا يعدوا الدور الثاني. مباراه صعبه بكره باذن الله. طبعا، بس انا عايزه اقول حاجه، ان مشاركه اربع فرق من مصر ده هيخلي الدوري البطولات المحليه اقوى من كده، ففي الاخر هتصب في المنتخبات بتاعتنا، فده طبعا في صالح المنتخبات يعني. نتمنى نادي الشمس بكره بقياده كابتن تهاني توسن كابتن مصر والنادي الاهلي، وتاريخ عظيم في كره الطايره، تاريخ محفور باسم تهاني توسن، نتمنى الفوز ليها باذن الله مع نادي الشمس بكره باذن الله. كابتن نجلاء، اخر كلمه بكره او اخر كلمه لفريق البنات وسيدات النادي الاهلي، تقول لهم ايه بعد المباراتين من النهارده؟ ان شاء الله نقول لهم خلاص المباريات التجريبيه او المباريات الضعيفه خلصت، هنبتدي الجد من اول ماتش بعد بكره ان شاء الرحمن مع نيجيريا على اول وثاني المجموعه. فبقول لهم خلاص احنا دخلنا في الجد، وبدايه البطوله الحقيقيه من يوم الاربعاء ان شاء الرحمن المباراه. ماتش الجمارك النيجيري شايفاه مع النادي الاهلي ماتش صعب؟ هو ان شاء الرحمن هيخلص في صفنا ان شاء الرحمن ناحيتنا، بس المباراه هتبقى فيه فولي، هيبقى فيه لعب، المباراه مش هيطلع 3-0، لا هيبقى فيه، انا على ما اعتقد هيبقى فيه انا اتمنى ان الاهلي يكسب 3-0، بس فريق نيجيريا فريق مش سهل، فريق قوي وبينافس، لو احنا ان شاء الرحمن شدينا حنه في الارسالات واستقبالنا اتظبط تمام هنكسب المباراه. الارسالات عن طريق مين بقى؟ فريق الارسالات عن فريق الخمس لاعبات عندنا. خمس لاعبات عندنا، لازم ارسالاتنا نبقى قويه. انا نفسي اسالك سؤال، هو ليه الليبرو ما بيلعبش الارسال؟ لا الليبرو ده لعيب حر ما بيلعبش ارسال خالص، هو مهمته استقباله الدفاع خالص. عمرك لا ولا بس ممكن يشوط. ممكن يشوط وهو واقف على الارض. على الارض كمان واقف، بس واقف على الارض مفيش. لا ما ينفعش. انا ما اعرفش ليه بصراحه، يعني هو بيعذبه ليه برو ليه كده؟ هو قانون اللعبه كده. بالعكس ده بقى ميزه للاعبات القصيره القامه، يعني دلوقتي في كتير قوي لاعبات بتبقى قصيره القامه، فالمركز ده اللي بيناسبها جدا جدا مركز الليبرو بيناسبها. يعني انت تلاقي لاعيبه قصيره القامه بتتميز بالدفاع وبتتميز بالاستقبال كويس جدا وسرعتها كويسه وحركتها كويسه جدا، بس لما نيجي بنختار الفريق نختار طبعا طويل القامه عشان نستفاد منه. فمركز الليبرو ده افاد كتير جدا لاعيبات قصيره القامه. يعني عشان انت قصيره فلقيت ليه؟ لا مش قصيره قوي. ما هو مثلا انا عايز اقول لك حاجه برضو بصراحه، يعني في الكره الطايره على ايامي يعني كابتن حمدي الصافي كان مستقبل جيد جدا، ما كانش بيلعب ليبرو، كان بيلعب ضريب. مع لعيبه عشان قوه ضاربه جامده برضو. كان قوه ضاربه جدا بيتميز بيها، والقوه الكره الاولى المستقبليه كان بيتميز بيها. يعني احنا لعيبه اربعه لو حضرتك شفتها في مركز في النادي الاهلي من زمان لحد وقتنا هذا بيتميزوا لازم بالكره الاولى، يعني زيه زي الليبرو. يمكن احسن جدا عشان هو ده الاساس، ان انا بستقبل وبيتميز بقى بالقوه الهجوميه. فوزي كده كان زي كابتن نجلاء فوزي بيظبطوا بعض وانتوا قاعدين. منى قولي لي بجد، عايز برضو استغل وجودكم معايا، الفرق بين الكره الطايره وانت بتلعبوا والفرق بين الكره الطايره دلوقتي بصراحه؟ هو فرق ان انا كنت بلعب ودلوقتي انا بتفرج، ببقى عايزه انزل الملعب اقول لهم لا دي تتعمل كده ودي تتعمل. لا الفرق في اللعب، عايز اسالك سؤال، الفرق جوه ارض الملعب ايه الفرق بين زمان وبين دلوقتي في الكره الطايره؟ الكره الطايره الحديثه، الكره الطايره ايامكم كنتوا دايما تضربوا من على الشبكه، اعتقد زادوا الضرب الخلفي، يعني ايه اللي حصل؟ هي القوانين ما اتغيرتش كويس من ساعه ما احنا كنا بنلعب لحد دلوقتي ما اتغيرتش. فهو نفس اللعب بالظبط يعني. بس هو فريق النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك طموح مشروع، ولا بيوقفنا خساره بطوله ولا بيوقفنا لعيبه اعتزلت او لعيبه مثلا بطلت. مجلس اداره في ظهرنا، في ظهرهم بيساندهم، جمهور عظيم بيساندهم، فاحنا مفيش حاجه هتوقفنا ان شاء الله، وهنفضل لحد اجيال واجيال واجيال بننافس على بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ما اتكلمناش على اهم عامل مع نجمتنا وهو عامل الجماهير يا كابتن ساره. العامل الجماهير النادي الاهلي، العامل الجماهيري مهم جدا حقيقي. احنا البطوله العربيه جايز ما كانش حالفنا الحظ ان احنا نبقى يبقوا موجودين فيهم في الفاينل. في الفاينل انا اعتقد ان الجمهور العامل الاساسي والاول لنجاح اي بطوله جمهور الاهلي في ظهر دايما فرقته في المكسب والخساره، بس ان شاء الله البطوله دي هيبقى في ظهرهم وهيدعمهم
وهناخد البطوله باذن الله ونفرح جماهير النادي الاهلي كلهم باذن الله. باذن الله. بوجهه نظرك ماتش الجمالك النيجيري تمام. ماتش صعب بالنسبه للنادي الاهلي ولا هنقدر نعديه؟ كابتن نجلاء بتقولي الماتش صعب، من وجهه نظرك انت الماتش؟ لا لا ان شاء الله نقدر نعديه. نلعب برضو على تكتيك معين، طريقه ديفنس، طريقه استقبال، طريقه هجوم، ارسال معين، وان شاء الله ربنا يكرمنا. وهو يعتبر بدايه المباراه الجامده بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله دي خطوات اللي بعد كده احنا بناخدها خطوه خطوه. يعني لعبنا ماتش اولاني وماتش تاني، وان شاء الله نبدا بالماتش التالت ده خطوات كده بنمشي بيها، فان شاء الله الاهلي يحسمه لصالحه باذن الله. يا رب. خطوه خطوه للنجمه العشرة مهمه جدا، كل جماهير النادي الاهلي منتظره، سيدات النادي الاهلي في الكره الطايره للنجمه العشرة، لان كل نجمه بتزيد في بطوله افريقيا بتزيد التاريخ بتاع النادي الاهلي بطولات وانجازات. كابتن منى عدلي، عايز تقولي كلمه اخيره لسيدات النادي الاهلي بعد المباراه الثانيه والدخول على المعترك الحقيقي للبطوله الافريقيه؟ عايز اقول لهم ركزوا، انتوا قد ايه قدود، واحنا معاكم وجمهور النادي الاهلي معاكم ومجلس الاداره معاكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله. كابتن ساره، احنا وراكم في ظهركم ومعاكم على المكسب والخساره، وان شاء الله ما فيش خساره. بس دايما زي ما فرحتونا ببطولات كتير، احنا عشمانين فيكم في البطوله دي، وان شاء الله تحققوا دايما المراكز الاولى ويبقى معانا النجمه العشرة باذن الله. باذن الله النجمه العشرة في الطريق، نتمناها اهلاويه. شرفتونا ونورتونا واستمتعنا معاكم بالتحليل النهارده. شكرا كابتن منى، كابتن ساره، كابتن نجلاء فوزي، نورتونا. هنسيبكم في اخر الحلقه، هنسيبكم مع تقرير مع الزميل والعزيز الكابتن وليد مبروك رئيس لجنه الافتتاح والختام بالبطوله الافريقيه لكره الطايره سيدات، وان شاء الله نقابلكم يوم الاربعاء الساعه 7 على مباراة الأهلي والجمالك النيجيري. شكرا وإلى اللقاء. طبعا أنا بشكرك يعني، وألف مبروك للنادي الأهلي كله والأعضاء النادي الأهلي وجمهوره ومجلس إدارته. النادي الأهلي طول عمره معودنا على كده، الحاجات اللي بتتعمل جوه النادي الأهلي دايما لازم تليق بالنادي الأهلي. إحنا بقى لنا حوالي 3-4 أسابيع بنشتغل برئاسة الدكتور محمد سراج رئيس اللجنة المنظمة، بنشتغل على الفكرة. الحمد لله يعني احنا الفئة بندي مساحة للشباب، دي تعليمات الكابتن الخطيب ومحمد سراج من الشباب ودايما داعم للشباب وكده. الفكرة ابتدت ان في واحد من الشباب النادي اسمه سيف جه قال احنا ممكن نعمل حاجة شو 3D على الارض ويبقى بيقدم حاجة ليها علاقة بالبطولة، وابتدينا بالفكرة من هنا واشتغلنا عليها. والحمد لله يعني مجهود الشباب كله اللي باقي، انت شايف الناس بتشتغل ازاي، قلبها على النادي، كلهم اعضاء النادي. البنات اللي بيمشوا في الطابور في اي حته في العالم بيبقوا بنات متطوعين وكده، احنا دول ولادنا، ولاد اعضاء في النادي وبيشتغلوا معانا طول عمرهم، ويعني ده مش جديد على النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين كابتن وليد ان برضه حضرتك كنت مسؤول عن اللجنه التنظيميه في البطوله الافريقيه السابقه، وبرضه موجود معانا السنه دي، معاك تيم كبير، اكيد طبعا في صعوبات وعقبات بتقابلك، ايه يا كابتن؟ بص انا قبل ما اتكلم في الموضوع عايز اقول لك ان انا يعني لو انا في مكان تاني او في ظروف تانية ممكن ما كنتش اقبل ان انا اشتغل في التطوع، لان انا راجل مهندس وشغلي بره كله ليه علاقه بالهندسه. انا بصراحه هنا احنا في الاخر والاول دي حاجه اسمك بيقترن بالنادي الاهلي، وان الواحد اسمه اتحط جنب النادي الاهلي دي حاجه يعني ما فيهاش كلام، يعني الواحد لازم يجي يجري يعني النادي الاهلي. والسبب الثاني ان النادي الاهلي في مرحله رئيسه كابتن محمود الخطيب هو اوريدي شخص بيقدم نموذج للانتماء والعطاء، وازاي تحب النادي وازاي تبقى خايف على ناديك وبتقدم من غير ما تفكر انت هتاخد ايه. الحاجه الثالثه كانت طبعا وجود محمد سراج، هو اخويا الصغير وحبيبي. الحاجه الرابعه بقى وهي المهمه، هم الشباب. الشباب ده انت مش متخيل انا بحبهم قد ايه، وانا بقالي سنه ونص بتعامل معاهم، هم حاجه يعني بالنسبه لي احسن حاجه حصلت في حياتي. هم عارفين كده، وهم انا يعني دايما بوصل لهم ده، وهم بيوصلوا لي اكتر من كده بكتير قوي. الشباب ده احنا السنه اللي فاتت فيه حوالي 65 ولد وبنت اشتغلوا معانا في الاربع بطولات السنه اللي فاتت. السنه دي احنا معانا 15 واحده وواحد جداد بيشتغلوا من ضمن 35 بيشتغلوا معانا السنه دي. فاحنا يعني لو انت عديت على مدار الخمس بطولات احنا كده اشركنا حوالي 80 ولد وبنت، دول طبعا غير الشباب اللي بيشتغل في لجنه المرافقين مع الكابتن وائل عزت وفي اللجان المختلفه. فاحنا يعني بنشتغل واحنا بنحب، فاللي بيشتغل هو بيحب بيقدم احسن حاجه اكيد، لانه بيعملها من جوه قلبه وبروحه طبعا، مع الترتيب الكويس والتنظيم الكويس الحاجه بتطلع كويسه الحمد لله.
افتتاح وتنظيم اكثر من رائع. اكيد طبعا ان شاء الله في نهايه البطوله هيكون في مفاجاه، وان شاء الله طبعا بعد باذن الله ما يكسب النادي الاهلي لقب البطوله الافريقيه لكره الطائره سيدات ونلعب المفاجاه ان شاء الله في ختام البطوله كده. هو طبعا زي ما الافتتاح كان مفاجأة والناس كلها كانت منتظرة عرض يكون فيه رأس زي ما احنا متعودين او فقرة فنية او حد بيغني، فالناس اتفاجأت ان احنا عملنا حاجة لمدة 5-6 دقايق كانت في منتهى الرقية الحمد لله، ودي شهادة الناس كلها. الفكرة كانت جميلة، الناس كانت قاعدة مستنية هيحصل ايه، في الاخر خلصنا ودخلنا. حتى ايفن بساطة الموضوع، الولاد البنات الصغيرين اللي من فرق الطايرة بتاعت النادي اللي دخلوا بعلم الاهلي قبل البنت اللي داخلة باللوحة اللي عليها اسم النادي الاهلي، كانت الناس فرحانه بيها قوي. انا يعني بس عايز اقول لك حاجه قبل لما نتكلم على الختام بتاع المره الجايه، انا عايز اقول لك ان المره دي الكتيب بتاع البطوله عامله تامر عبد الرسول، واحد من الشباب. اللوح الارشاديه اللي موجوده على الازاز بتاعت المداخل الصاله عاملها واحد من الشباب اسمه مهند. اللوجو بتاع البطوله عامله واحد من الشباب اسمه اندرو. الموضوع بتاع الفيلم اللي اتعمل التسجيلي حد من المركز الاعلامي من الشباب اللي هو تيما تقريبا اللي عامله. انا عايز اقول ان يعني طبعا برعايه الاستاذ جمال جبر يعني اللي هو بيدعم الناس اللي بتشتغل معاه في المركز وبيشجعهم طبعا كلهم. تاني بقى نرجع للختام، الختام ان شاء الله زي ما عملنا في الافتتاح كده ان شاء الله يكون في حاجه حلوه والناس تبقى مبسوطه ويبقى احلى بكتير من الـ من الـ من الافتتاح. وطبعا الاحلى والاحلى ان احنا نعمله واحنا ابطال افريقيا للمره العاشره، وتبقى العاشره اهلي زي ما بنقول، وربنا يكرمنا ان شاء الله. شرفتنا طبعا كابتن وليد على شكرا الاهلي. حبيبي انا بشكرك طبعا، وانا اول مره على فكره اطلع في حاجه. انا السنه اللي فاتت يعني انا ما بحبش اظهر في الميديا عامه يعني، والموضوع بالنسبه لي بيبقى غريب شويه، بس يعني يلا الف مبروك على النادي الاهلي وربنا يكملها على خير ان شاء الله. ان شاء الله الف شكر.